بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9:30 عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه، اكيد في الالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. الحقيقه حلقتنا زي ما تعودنا بتبقى عباره عن نصين، ولكن النص اللي فيه اخبار النهارده مش هتبقى اخبارنا كتيره، لسبب لان اغلب الاحداث اللي حصلت الاسبوع او اهم الاحداث اللي حصلت داخل النادي الاهلي كانت الحمد لله مذاعه على شاشه قناه النادي الاهلي. بدايه بيوم الاحد كان عندنا مباراه كره السله سيدات ما بين الاهلي والزمالك، واللي اتلعبت على صاله الشهداء في مقر النادي الاهلي بالجزيره، واللي انتهت بفوز كبير لفريق السيدات 122-52. وذعناها على شاشه قناه النادي الاهلي، ودي لقطات طبعا من المباراه، وتابعناها وحللنا المباراه في الاستوديو التحليلي، وكان فوز كبير جدا بيأكد زعامة النادي الأهلي على كرة السلة أو كرة السلة السيدات في مصر، وأن الفريق ده الحقيقة فريق يعني إن شاء الله منتظر منه الكتير، خاصة الموسم ده والموسم اللي جاي. بقى لينا موسمين، آسف، بطولتين. يمكن البطولة الأولى خدناها هي كانت بطولة دوري المرتبط سوبر مصر منطقة القاهرة، ودلوقتي بنلعب بطولة دوري السوبر في كرة السلة السيدات. الدنيا ماشية كويس. الحدث ده الأولاني اللي كان يوم الأحد وزعناه على شاشة قناة النادي الأهلي. الحدث الثاني كان يوم الاثنين، كانت مباراة كرة السلة رجال، كانت الأهلي وسموحة، كانت المباراة الأهلي وسموحة، وبرضو شاهدناها وتابعناها على شاشة قناة النادي الأهلي وغطيناها أيضا في استوديو تحليلي. كان معايا كابتن طاهر رجب وكابتن محمد السلعاوي، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 81-59. زي ما حضراتكم شايفين لقطات من المباراه، الشوط الاول والثاني لو حضراتكم فاكرين كان في شويه انخفاض في المستوى من النادي الاهلي، نتيجه ان مستر اجوستي بوش طبعا ما كانش باص النتيجه قوي قد ما كان باص ان هو يجرب تشكيلات وينزل لعيبه ويغير، بدليل انه اشرك ال 12 لاعب في القائمه اللي كانوا موجوده في المباراه في الشوط الاول والثاني. الثالث والرابع الدنيا فتحت، الحمد لله كنا ادينا اداء كويس، وصلت النتيجه 81-59، وده كانت المباراه اللي كانت يوم الاثنين، ويستمر طبعا الفريق في منافساته لحين التوقف في شهر فبراير، اول فبراير، عشان تصفيات كاس العالم اللي هتتلعب في اسكندريه. دي الويندو الاخيره، وغالبا حظوظ منتخب مصر لصعود كاس العالم كبيره جدا، وده اللي احنا نتمناه دائما ابدا. الحدث اللي كان يمكن الابرز كان مباراه الكره الطائره يوم الثلاث امبارح، واللي زعناها لحضراتكم على الهواء مباشره من صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، الاهلي والزمالك كره الطائره رجال، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-1 بعد مباراه الحقيقه كان فيها فنيات عاليه جدا وكان اداء رجولي من النادي الاهلي. طبعا احنا عندنا احسن من كده، دي لسه تاني مباراه لينا مع المنافس التقليدي نادي الزمالك، وخليني اقول لكم ان المباراه الاولى كمان انتهت بالفوز 3-0 في ملعب نادي الزمالك في صاله عبد الرحمن فوزي امبارح مباراه العوده، وانتهت 3-1. النادي الاهلي خلال مسيرته في الدور التمهيدي خسر 3 اشواط فقط، شوطين في ماتشين مع سموحه وشوط في الزمالك، فاذا الدنيا ماشيه كويس ان شاء الله، ونتمنى لهذا الفريق العوده تاني وحصوله على بطولتين المفضلتين الدوري والكاس. احنا حامل افريقيا السنه اللي فاتت، ولكن الدوري والكاس محتاجينهم السنه دي ان شاء الله عشان يرجعوا مكانهم المفضل. وهذا الفريق هو الفريق الاكبر ارقاما او حصدا للبطولات المحليه والافريقيه، فريق كره الطائره رجال الحقيقه بيحطم الارقام، فان شاء الله منتظرين من الماسترز السنه دي الدوري والكاس كالعاده. النص الثاني بقى من حلقتنا النهارده هيكون معانا كره السله. الحقيقه في بدايه هذا الموسم نجح بشكل كبير مجلس الاداره، اتخذ قرار بالتنسيق مع النشاط الرياضي، نجحوا في اتخاذ قرار بتعيين رباعي جديد بيتولى مهمه قطاع الناشئين خلفا للكابتن سيد صابر والكابتن والدكتور النمر. طبعا دكتور كابتن سيد صابر والنمر ادوا اداء كويس جدا وعملوا اللي عليهم واخرجوا يعني لعيبه جيده جدا، ولكن دي كانت وجهه نظر النشاط الرياضي ومجلس الاداره، وطبعا كانت تحترم، وجم بنوا على اللي عملوه اللي قبليهم. كان رباعي مستر داني الكوتش داني او رئيس قطاع الناشئين الاسباني تولى مسؤوليه رئيس القطاع، مساعدين معاه كان كريم ضيف والجمال، طبعا مع احترامنا للالقاب دول لعيبه كبار جدا في النادي الاهلي وساهموا بشكل كبير جدا في نجاحات النادي الاهلي في السنوات الماضيه سواء الجمال او كريم ضيف، وتولى معاهم كابتن مودي الجرحي طبعا كابتن الفريق السابق للفريق الاول، وكان اول سنه يعتزل مسك كل ما يخص اداريات الفرق الناشئين. احنا بنتكلم هنا على رباعي تقيل، رباعي الحقيقه يعني حبهم وعشقهم للنادي الاهلي كبير جدا، كانت الانعكاسات واضحه على طول. السنه دي اول سنه يمكن من ساعه انا ما وعيت الحقيقه واركز في الباسكت ما حصلش هذا الانجاز، 4 بطولات القاهره
حصدناهم في الاربع مراحل سنيه 16 18 14 16 18 20. ال 14 بقياده الكابتن خالد عياد، 16 بقياده الكابتن اسلام الكيلاني، 18 بقياده الكابتن محمد اشرف توفيق، 20 بقياده الكابتن ماجد سلام. الاربع مراحل سنيه كان دايما كل سنه تقع منك مرحله، مرحلة أو اتنين في بطولة القاهرة ما بتاخدهمش كلهم من فترات طويلة جدا. الحقيقة أنا مش فاكر، يعني لو رجعت بالذاكرة كده 20 سنة ورا مش فاكر حاجة زي كده حصل. لأول سنة نحصد الأربع بطولات. النهاردة هيكون معانا أول فريق من اللي حصد البطولات دي، وهو فريق الشباب تحت 20 سنة. هيكون معانا ست لاعبين، هيكونوا معانا ست لاعبين النهاردة نعرفكم بيهم ونعرفكم قد إيه الجهد المبذول وقد إيه الولاد دول كانوا ولاد النادي الأهلي، يعني زي ما بيقولوا منذ يعني نعومة أظافرهم، من 7-8 سنين وما بيلعبوا في النادي الاهلي. النهارده دلوقتي عندهم 19 20 سنه، منهم اللي هيكمل في الدرجه الاولى ومنهم اللي هيروح انديه اخرى وقد في يوم من الايام يرجع النادي الاهلي تاني. هيكونوا معانا النهارده، هيكون معانا محمد نبيل بخيت، وهيكون معانا يوسف محمد واحمد غيدي، وهيكون معانا نور الدين طارق وسيف الدين وائل سعيد ومحمد احمد لاعب النادي الاهلي. طبعا كل دول لاعبين النادي الاهلي 20 سنه هيكونوا معانا. انتظروا الفقره الحواريه، اكيد طبعا هيكون معانا نماذج مشرفه جدا من شباب السله في النادي الاهلي. هنروح للاخبار اللي ما كانتش متغطيه بقى على شاشه قناه النادي الاهلي. فريق سيدات النادي الاهلي امبارح كان بيلعب مباراه مع البنك الاهلي وانتهت بفوز الحقيقه كبير للنادي الاهلي على البنك الاهلي بنتيجه 90-51. المباراه اتلعبت امبارح، هي كان مقرر ليها تتلعب النهارده الحقيقه، ولكن اتحاد السله ما اعرفش السبب ايه، كان يمكن بالتنسيق مع الناديين تم تقديم المباراه واتلعبت امبارح وانتهت بالفوز الحمد لله. زي ما قلت لحضراتكم احنا شفنا الفريق عن قرب في مباراه الزمالك واطمنا عليه. النتائج الكبيره دي يعني الحمد لله بتاكد رياده الفريق بقياده الكابتن طارق خيري. خليني اقول لكم انه الفرقه لسه عندها مشوار طويل، لسه عندها مشوار طويل مهم، ده بطوله السوبر عشان نكون حامل اللقب بعدين نقدر نشارك في بطوله افريقيا، ومهم جدا كاس مصر، لازم خمس بطولات من خمس بطولات عشان يبقى موسم تاريخي زي الموسم اللي اتحقق للرجال العام الماضي على يعني على ايد مستر اجوستي بوش. كل التوفيق لكابتن طارق خيري واللاعبات. هنروح للحدث الثاني اللي حصل هذا الاسبوع، وهي مباراه كره اليد سيدات الاهلي والزهور في منطقه القاهره، واللي انتهت بفوز طبعا النادي الاهلي على نادي الزهور. المباراه طبعا خلصت بنتيجه 25-13، وقيمه المباراه على صاله نادي الزهور، وقدم الاهلي يعني عرض قوي جدا على مدى شوطي المباراه، ونجح في تحقيق الفوز بفضل خبرات لاعبات الفريق وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد عادل زوله. ويلتقي فريق سيدات نادي الاهلي مع فريق الطيران يوم الثلاث المقبل ضمن منافسات بطوله القاهره، نفس البطوله يعني. ويذكر ان اخر مباراه في الدوري لهذا الفريق كان ضد نادي سبورتنج، واللي انتهت بالتعادل 21-21. الفرقه ماشيه حتى الان كويس، بس احنا محتاجين ماتشات كتير، الفرقه محتاجه ماتشات، يعني هيستيري ماتشات زي ما بنقول. ليه؟ لأن الفريق ده ما لعبش مع بعضه كتير، وهفضل أقول كده وعيد لأن دي الحقيقة. أول ما نلاقي نتائج الفريق اتحسنت وحصل فيها ثبات، أنا قصدي ثبات، ثبات يعني دايماً عمال تخش تكسب تكسب تكسب، في الوقت ده نقدر نقول إن خلاص حصل الهارموني في الفريق. طبعاً أنتوا عارفين الفريق تعاقد مع لعيبة جديدة سنغالية، وتم توجيه الشكر طبعاً لسعيدة اللعيبة التونسية السابقة، وتعاقدنا مع لعيبة أخرى سنغالية منتخب السنغال، ووصلت القاهرة وتم طبعا عمل الكشف الطبي عليها وتأكدوا من سلامتها، وتبتدي مبارياتها مع الفريق، بل بالعكس كمان تبتدي التدريبات مع الفريق. وأكيد هتكون إضافة لأن دي يمكن أول محترفة من أفريقيا السمراء. الحقيقة أنا يعني متابع كرة اليد السيدات من فترة، ما حصلش إن في نادي في مصر جاب من أفريقيا السمراء، ولكن التقدم الكبير اللي عملته السنغال كمنتخب، خاصة إنها اتقالت كأس العالم في البطولة اللي كانت عندها من شهرين في نوفمبر. لا خلاص السنغال كسيدات كرة اليد حطت نفسها على الخريطة الدولية وهيبقى لها شأن كبير. كل التوفيق لفريق السيدات لكرة اليد. هنروح لخبر آخر له علاقة بالسكواش. انتوا عارفين السكواش في النادي الأهلي مش بس على الرجال والسيدات، في عندنا قطاع ناشئين جيد جدا. كان في بطولة انجلترا المفتوحة بتتلعب اليومين اللي فاتوا، وشارك فيها مروان عسل الأخ الشقيق الأصغر لمصطفى عسل ويوسف هشام من النادي الاهلي، الاثنين خدوا ميداليات ذهب في بطوله بريطانيا المفتوحه. خليني اقول لكم ان بطوله بريطانيا المفتوحه اقوى يعني كثيرا من بطولات العالم. مروان عسل اخذ الذهبيه تحت 15 سنه بعد الفوز على زميله بالاهلي سيف رفاعي، كان نهائي اهلاوي يعني كامل. سيف رفاعي ابن النادي الاهلي او لاعب النادي الاهلي، وايضا مروان عسل، ومروان عسل فاز بالذهب في الفاينل.
جه بقى تحت ده تحت 15، جه تحت 17 سنه يوسف هشام حقق اللقب عن جداره واستحقاق بعد ما كسب فاينل البطوله مع لاعب بلاك بول المصري اياد حسام. لاعب بلاك بول اياد حسام، ودي كانت الذهبيه الثانيه اللي خدها يوسف هشام. طب النادي الاهلي شارك بكام لاعب؟ شارك بمروان عسل اللي خد ذهب، وسيف رفاعي اللي خد فضه مع مروان عسل، وياسين ريتم وفريده وليد ويوسف هشام اللي خد ذهب. يعني جبنا خمس لاعبين شاركوا. بالمناسبه كان في اثنين لاعبين مش مشاركين على نفقه الاتحاد، يعني الاتحاد ما بيصفرش كل اللاعبين في البطولات دي على حسابه، ولكن اثنين فقط سافروا على حساب الاتحاد وثلاثه على نفقاتهم الخاصه. واكيد النادي الاهلي طبعا بيدعم الاشتراكات دي مع اللاعبين. خدنا ثلاث ميداليات، خمس لاعبين بثلاث ميداليات، وكمان عايز اقول ان ياسين ريتم وفريده وليد حققوا مراكز متقدمه وهبقى اجيبها لحضراتكم. وشهدت بطوله انجلترا المفتوحه للسكواش تفوقا واضحا للاعيبه النادي الاهلي الحقيقه، واللي اظهروا حماس كبير منذ انطلاق البطوله. ويمكن كان معانا مصطفى عسل يوم سفر مروان اخوه او شقيقه الاصغر مع والده محمود استاذ محمود عسل، كانوا مسافرين يوميها يوم ما كان مصطفى معانا في الحلقه. مصطفى بالمناسبه في امريكا دلوقتي، ادعوا له لانه هيخوض منافسات بطوله امريكا ان شاء الله، ربنا يوفقه. ومن جانبه اعلن كابتن احمد حسني المدير الفني للنادي الاهلي عن سعادته الكبيره بحصد ثلاث ميداليات من خمس لاعبين، ولحتى اللي ما توفقوش في ميداليات حققوا مراكز متقدمه جدا من الثمانيه الكبار، وسعيد جدا بهذا الانجاز. كابتن احمد حسني بالمناسبه ابن النادي الاهلي، كابتن احمد حسني لاعب ومدير فني ومدرب الرجال، وعلى فكره كان في البطوله بنفسه، هو كان من المدربين اللي اختارهم الاتحاد ليشاركوا في البطوله، يعني هو كان هناك ما كانش هنا. وفي موقف كده كان مصطفى حكاه لنا ان كابتن احمد حسني كان مسافر على الطياره، نفس الطياره اللي كانت طالعه من هنا على لندن، ولكن كان فيها كانت وقت اعياد الكريسماس وكانت الدنيا زحمه جدا، فتنازل عن تذكرته لمروان عسل ووالده عشان يطلعوا على الطياره هم يروحوا وهو يحصلهم تاني يوم في طياره فيها اماكن. يعني عايز اقول لكم انه حتى يعني روح النادي الاهلي موجوده في كل مكان، خش جوه النادي الاهلي الحقيقه تحس ان روح النادي الاهلي موجوده في كل ركن من اركان النادي الاهلي. طيب خلينا نروح للخبر الاخير وهو الخبر الاهم محليا، كانت الاخبار اللي فاتت دي كلها تخص النادي الاهلي، وهو انطلاق مونديال كره اليد اليوم. المونديال الاكبر واللي بتنظمه دولتين لاول مره في التاريخ، وعلى فكره مش اخر مره، هتبقى بعد كده دولتين في بولندا والسويد. وهيستمر حتى يوم 29 يناير الجاي. مواجهه فرنسا وبولندا مواجهه قويه في الافتتاحيه في تمام الساعه 10 مساء النهارده ان شاء الله، ضمن الجوله الاولى للمجموعه الثانيه بالمونديال. منتخبنا هيبتدي امتى يا كابتن هيثم ماتشاته؟ هيبتدي باذن الله يوم الجمعه مع كرواتيا الساعه 9:30، ماتش على اول وثاني المجموعه على طول. يعني انت داخل بص اللي هو جاي بقى على التيك اوف على طول. ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعه السبعه، مين معاه بقى في المجموعه السبعه منتخب مصر؟ علي زين طبعا نجمنا، دي بالصوره دي على فكره في بطوله فرنسا مع لاعبين فرنسا وخسرنا منهم فرق هدف 32-31 في وسط جمهورهم وارضهم في فرنسا. طبعا مين معانا؟ كرواتيا، المغرب، الولايات المتحده الامريكيه. وهيتاهل من المجموعه دي ثلاث منتخبات في ثمان مجموعات، هيبقى هيضموا كده مع احسن، يعني هيبقى طالع 24 فريق، يعني اللي موجود دلوقتي 32 فريق، 32 فريق 4 في 8 ب 32، وهيطلع اول وثاني والثالث يبقى 24 فريق، يتقسم على ست مجموعات، ياخدوا الاول والثاني على طول على ايه؟ على دور الثمانيه. بس خلي بالكم اللي هيلعب في المجموعه الاولى من اللي هم الثمان مجموعات الاولى هيطلع بنقاطه، فمهم جدا لو منتخب مصر عايز يتاهل يكسب كرواتيا. طب هتقول لي ما انت عندك المغرب والولايات المتحده ان شاء الله هنكسبهم، فانت عندك عنق الزجاجه كرواتيا، لو عديت بالاثنين بونت بتوع كرواتيا هتخش على المجموعه اللي معاك بعد كده، هيبقى 24 فريق على 6، يبقى انت بتتكلم في اربع فرق في المجموعه، يعني انت هتلعب ثلاث ماتشات تانيين، فانت لازم تطلع من مجموعتك مفاول نقط عشان هتطلع على الاصعب، هيبقى عندك تعادلات وممكن تخسر لك ماتش وتكسب لك ماتش عشان تضمن انت تخش دور الثمانيه. فكل ما بتعمل انجاز كويس او تجمع نقط في الدور التمهيدي، في الدور اللي بعد كده الدنيا بتهدى شويه. ماتش كرواتيا بشكل كبير هيوضح شكلنا اذا كنا هنكمل او هنوصل لفين. لو تفتكروا بطوله العالم اللي كانت في مصر كان نفس الكلام، اتاهلنا بنقاط كويسه وده اللي ساعدنا نروح على دور الثمانيه مرتاحين. كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر. طب مين اللي بيمثل منتخب مصر؟ طبعا مدير فني مستر باروندو جارسيا اللي بقاله مع المنتخب يمكن اكتر من ثلاث سنين، وكريم هنداوي ومحمد علي وعبد الرحمن حميد حراسه مرمى،
وعمر الوكيل بكار واحمد مؤمنه وعلي زين واحمد هشام السيد حسن قداح يحيى الدرع سيف الدرع احمد خيري محسن رمضان مهاب سعيد محمد سند اكرم يسري محمد ممدوح هاشم ابراهيم المصري احمد عادل شادي خليل. بنفتقد طبعا للاعبنا الكبير يحيى خالد اللي اصيب برباط صليبي قبل البطوله بحوالي شهر، هو عمل عمليه ودلوقتي احسن في مرحله التاهيل، ولكن من المؤكد هو مش مع المنتخب، ولكن خسرنا جهود لاعب من افضل لاعبي العالم، ولكن الخيره في الموجود، واحنا متاكدين ان شاء الله منتخب مصر اليد كالعاده باذن الله هيفرحنا وهيكون يعني رجاله وعلى قدر المسؤوليه، وان شاء الله نحتفل معاهم بالفوز على كرواتيا باذن الله يوم الجمعه القادم الساعه 9:30. دي كانت اخبارنا، خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ابطالنا ابطال الشباب لكره السله تحت 20 سنه واللي فازوا ببطوله القاهره، في انجاز كبير للقطاع كله بحصاد او فوز اربع مراحل سنيه اللي هم الاربعه اربعه من اربعه في المراحل السنيه لكره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما شفنا في الصور اللي قبل الفقره طبعا يعني السنه دي سنه يعني فيها انجاز كبير، وان شاء الله يتكرر هذا الانجاز في بطولات الجمهوريه عشان ناكد رياده قطاع الناشئين وان شاء الله والناشئات كمان في النادي الاهلي. في البدايه برحب بلاعب الفريق وصانع العابه احمد يحيى دودو، اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك، ازيك يا كوتش؟ منور قناه النادي الاهلي. نور يا كوتش. وبنرحب بنور الدين طارق احد نجوم الفريق، اهلا بيك يا نور. اهلا كوتش، منورنا ومنور قناه النادي. ربنا يخليك، ده نور يا كوتش. دودو اجيلك، يمكن البطوله دي ما كانتش سهله خالص بصراحه يعني. صحيح. واتعمل نظام جديد وكان في الفاينلز كان معمول دورتين مجمعتين، خلينا نقول البطوله دي ابتدت امتى؟ بطوله المنطقه معاكم ابتدت بتاريخ امتى؟ من شهرين من ثلاثه من امتى ابتدت؟ هي ابتدت تقريبا من اول شهر 10 بدانا تمهيدي، بعدها لعبنا سيمي فاينل، بعدها جه في الفاينل لما غيروا الموضوع خلوه ذهاب وعوده. بس فمن اول الذهاب احنا قلنا بقى ساعتها هنمسك كل ماتش بماتش وناخد السته ان شاء الله. طيب انتوا ابتديتوا اعداد من امتى؟ يعني هو كابتن ماجد طبعا المدير الفني استلم المسؤوليه في الصيف تقريبا. وابتديتوا تدريب امتى؟ ابتديتوا وقت اللي هو تقريبا في شهر 7 8 ولا ابتديتوا بعد كده؟ لا تقريبا هو العيد الكبير كان في اول 7 10 7 تقريبا. احنا بدانا 13 7 تقريبا. بعد من الوقت ده وانتوا بتتمرنوا. طيب مين الفرق اللي كنتوا شايفينها ممكن تبقى منافسه؟ هو طبعا الشمس كان فايبر. طب مين فرق تانية كانت شايفينها ان هي قويه برضه؟ احنا كنا شايفين شمس وجزيره هم دول في المنطقه بصوره واضحه يعني. كان في الفاينل شمس وجزيره وانتوا، كان مين كمان؟ مدينه نصر. مدينه نصر، مدينه نصر اخبارها ايه عامله ايه؟ كويسين يعني، هم كان امرهم وصلوا فاينل اصلا فاينل فور، كانوا دايما بيخسروا بدري، بس السنه دي عشان نزل لهم اثنين من الفيرست تيم بيساعدوهم فعشان كده وصلوا في الصوره معانا فاينل فور يعني. طب قول لي، قول لي يا دود، انت من اولاد النادي الاهلي من بدات يعني، طب قول لي يعني انت ابتديت باسكت ازاي ودخلت ازاي الباسكت وايه اللي خلاك تروح وبعد كده اتدرجت ازاي؟ يعني مين مرنك في الاول واتمرنت فين؟ يعني انت من اولاد النادي الاهلي صح؟ يعني هو انا جيت في 16 سنه تحت 16. كنت فين الاول؟ كنت في الصيد انا وسوريا زمان، واللي خلاني اصلا العب باسكت هي سوريا كانت بتلعب باسكت وانا كنت بلعب ساعتها جمباز وتنس. سوريا اختك؟ سوريا محمود اختك؟ سوريا يحيى. يحيى سوريا يحيى. يعني انا 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 ما قالوليش على القهوه، بس سوريا اختك صح؟ طب كويس، هي جت انت جيت معاها؟ قبلها بسنه. لا جت قبلها بسنه. هو كانت بتلعب برضه في الصيد؟ كانت بتلعب في الصيد. لا معلومه انا اول مره اعرفها، بس بعد كده انت لما هي جت انت جيت. طب ما ده كويس جدا. طيب انت جيت بقى، مين اللي شافك هناك وقال لك تعالى من النادي الاهلي؟ ساعتها كنا نلعب، هو في الاول خالص اسلام كابتن اسلام الكلاني كان عايز يجيبني في تحت 14. بس نادي الصيد ما كانش موافق، قال لي احنا عايزين نهتم بالنشاط الرياضي عندنا وكده، فما كانش موافق خالص. فالسنه اللي بعديها كابتن احمد الجرحي كان ماسك المرتبط، فهو شافني في بطوله ال 14 جمهوريه. فقال لي انا عايز الولد ده وكده، وساعتها اول سنه 16 كان اللي هو عايز ياهلني عشان العب السنه الجايه ابقى في التوب فورم مع فرقه المرتبط. بس فكابتن احمد الجرحي يعتبر هو اللي يعني جابني النادي الاهلي. طب قول لي انت لعبت كام بطوله مع النادي الاهلي كده؟ يعني 16 و2 18؟ و22 و21 لغايه دلوقتي. طب انت فاكر عملت فيهم ايه؟ تقريبا لغايه دلوقتي معايا 9 بطولات، يعني من اول ما جيت 16 سنه معايا 9 بطولات الحمد لله. ما شاء الله. يعني عايز اقول لك ان هو برضو انت عملت تاريخ يعني، بالرغم ان انت جيت 16 سنه بس 9 بطولات مع قطاعات الناشئين في النادي الاهلي، اكيد حاجه كويسه جدا. في 5 سنين وقت قصير فالحمد لله، وان شاء الله في بطوله الجمهوريه جايه اهي ان شاء الله. نحل لكم ان شاء الله. نحل لكم ان شاء الله. نور اجي لك، يمكن انت نفس الكلام، انت من ولاد النادي الاهلي ولا جيت على لا على سن كبير؟ لا انا بادئ في النادي الاهلي من وانا 13 سنه، حتى بدات في الاكاديميات بتاعت النادي كمان. طيب انت فاكر مين كان بيتمرنك في الاكاديميه؟ في الاكاديميه كان كابتن علاء شاهين. صحيح كان سامي بيمرن في الاكاديميه الاول. وبعد كده بقى بدات مع كابتن محمد اشرف. كابتن محمد اشرف توفيق تحت 14؟ تحت 13. تحت 13. كان لسه كابتن محمد بيمرن تحت 13. كان وبعد كده طلعت بقى 14 خلاص. بعد كده مع كابتن اسلام كيلاني بقى 14. وبعد كده طب 16 اتمرنت مع مين؟ كابتن احمد الجرحي.
وسنتين؟ سنتين لا، أول سنة طلعت إعارة نادي الجيش. كانت أول سنة عشان ضموا السنين مع بعض. طلعت مع نادي طلع الجيش موسم واحد. موسم واحد أول. رجعت وأنت كبير. مع كابتن أحمد الجارحي. رجعت مع كابتن. طب والسنتين 18 مريت مع مين؟ كان مع كابتن ياسر بفتوه. سنتين 18. وأول سنة مع كابتن أسامة السيد. صح كابتن أسامة السيد أول سنة، وثاني سنة صح كان كابتن ياسر بفتوه. وأول سنة 20 كانت مع كابتن ياسر بفتوه. مظبوط. طب قول لي يعني كم بطوله خدتها؟ يمكن انت لعبت اكتر من لعبت اكتر من دول. اخدت تفتكر يعني خلينا ناخدها واحده واحده. 13 ما تحسبهاش، 14 احسبها، عملتوا ايه؟ لا خدنا تاني. خدت تاني. طيب و 16 الموسمين؟ لا هي اللي كان المرتبط والجمهوريه والمنطقه في تاني سنه خدتهم كلهم. الحمد لله. ادي ثلاث بطولات. وفي ال 18 برده كان المرتبط اظن والجمهوريه. يعني انت مثلا تقريبا واخد زي دودو، ما انت نفس لما جه دودو انت واخد بعد 9 بطوله. بالظبط. انت نفس السن وخدت له، اخدت قبلها مثلا ممكن بطوله او اثنين. بس هو 14 منطقه القاهره. واحده 14 واحده 13. ما بالظبط، يعني انت ممكن تبقى زايد عنه بطوله او اثنين مثلا. طب قول لي يعني انت بقالك كتير في قطاع الناشئين، ايه اللي بيميز قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ ليه ما شاء الله احنا ماشيين كويس؟ ايه اللي انت شايفه في النادي الاهلي خاصه انت طلعت اعاره سنه وفي كتير زيك يعني يمكن انا فاكر سيف وقال برضو طلع الصيد، يعني قصدي اقول لك ان في مجموعه طلعت ورجعت، ايه اللي بيميز النادي الاهلي في قطاع الناشئين اللي انت شايفه؟ يعني انا شايف حاجه، يعني لما طلعت السنه بره انا ما شفتش كده زي الاهلي. هم على طول بالنسبه للاهلي ما فيش حاجه اسمها تاني او ثالث، يعني هو على طول داخل بيلعب على المركز الاول. بره كان مثلا لو حد علق ميداليه تاني او ثالث شايف ان ده انجاز. لا ده بالنسبه للنادي الاهلي ده ولا حاجه، انت كده فشلت يعني في التارجت بتاعك. يا اول يا ما فيش، يا اول يا ما فيش، ده اللي بيميز. فده اللي كان بيميز. ده بالنسبه للمنتاليتي. طب بالنسبه للشغل، يعني انت لما بتيجي تشتغل تمريناتك انتظامك في التدريبات، هل شايف ده ليه دور مهم ان انت تبقى التدريبات منتظمه بشكل كويس، احسن مدربين في مصر موجودين، ده اللي مميز مثلا قطاع الناشئين مثلا؟ طبعا احنا كان دايما بيبقى معانا احسن مدربين، واحسن مدربين احمال، احسن دكاتره. بره ما كانش يعني ما كانش كده يعني. هو بس يا دوب المدرب وهو اللي بيبرمك احمال. طب قول لي يا نور، انت في سنه كام دلوقتي؟ انا في ثانيه جامعه. ثانيه جامعه. طب قول لي يعني الباسكت حرمك من حاجات كتير صح؟ يعني يعني ما فيش خروج، ما فيش بتاع، ما فيش سهر، يعني سعيد بالحياه دي ولا مضايقاك؟ هو طبعا سعيد ان انا بحب الباسكت يعني وكده، بس هو اكيد مأثر عليا في الدراسه وكده. بس يعني لا انا من وانا صغير بحب عايز تمشي الباسكت. في الاثنين. عايز تمشي في الاثنين، يعني انت مش زعلان ان انت مضحي بحاجات كتير ومركز في التمرين؟ لا انت شايف انه عادي، ان ده لازم يبقى في ثمن انا ادفعه للموضوع ده. بالظبط، ان انا اللي اخترت دي حاجه انا بحبها يعني فلازم استحمل. طب دودو انت برضو في سنه ثانيه جامعه برضو؟ ايه الاخبار؟ يعني ماشي كويس ولا برضو الباسكت والمشي مع يعني في الاثنين الموضوع صعب؟ هو انا لغايه دلوقتي انا الحمد لله موفق بين الاثنين، عشان انا بيزنس يعني ممكن نور مش قوي عشان هو كمبيوتر ساينس. فهو ليه كده يا ابني؟ ليه كده نفسك حبيبي كده؟ لا بس شاطر، بهزر طبعا، بس انت لازم كل واحد يدرس اللي بيحبه. اتفضل. بس ممكن يكون عنده موضوع صعب شويه، بس انا قشطه يعني انا ماشي الدنيا ظابط الدنيا. طب قول لي يعني خلينا نتكلم على يوم مثلا. طبعا دي صوره كابتن طارق خيري ومحمد خيري ومؤمن ومحمد وابنائه اللي كانوا بيلعبوا معاكم كمان في الفريق. طب قول لي يعني يمكن يومك مثلا، انت بتقوم الصبح تروح الجامعه تدريب، يعني احكي للساده المشاهدين وهساله لكلكم يعني، عشان برضو الناس تبقى عارفه ان الرياضي او اللي بيبقى مارس رياضه بيبقى ما عندوش وقت يعمل اي حاجه غير انه يلعب رياضه ويروح جامعته. احكي لي يومك وانت في يوم جامعي. تمام ماشي. ممكن مثلا الصبح لو عندي جامعه بروح الجامعه عادي، اخلص ارجع ممكن انام شويه، اصحى اتغدى، ممكن اروح الجيم قبل التمرين. انت ساكن فين؟ انا ساكن في المنيل. والجامعه بتاعتك فين؟ الجامعه برضو يعني في الجيزه، يعتبر قريب 10 دقائق. 10 دقائق. تمام بالزبط. تمام ماشي. يعني انا بالنسبه لي كل حاجه 10 دقائق، الجامعه 10 دقائق، والنادي ربع ساعه. 100 100. والنادي ربع ساعه، انت كده 100 100. فانا مكان متميز صراحه. ده موفر عليك وقت. انا اعرف ناس بتبقى ساكنه مثلا في حتت بعيده جدا بتضيع في الطريق مثلا بتاع ساعه ونص. طيب تصحى الجامعه ترجع تنام شويه تروح التمرين. طيب اليوم اللي ما بقاش فيه تمرين وده نادر. فعلا بيبقى يومين في الاسبوع تقريبا، بيبقى مثلا جامعه اروح برضه انام شويه، يعني ممكن اروح الجيم في لو في وقت فاضي كمان، يعني حتى الوقت الفاضي بتروح الجيم. بس بالليل بقى لو في فاضي ممكن اخرج بقى مع اصحابي ساعتها. طب قول لي يا دودو، مين ماسك الاعلى؟ عايز تبقى زي مين في الليل؟ يعني في مصر ولا بره مصر؟ الاثنين. ممكن بره مصر صراحه ستيفن كوري بحبه لعيب قوي. هو برضه سفروت زيك كده. صح يعني. بس هو بالنسبه لهم سفروت يعني، انما هو لو جه هنا هيبقى سنتر ياكل علينا العيش. ومين تاني في مصر؟ جوه مصر في احمد دوله بتاع الاتحاد، بحب اللعب قوي الصراحه. هو في منك برضه. صح يعني قصير ونفس اللعبه بالظبط، فانا شايف اللي هو مثلا حابب لعبه.
طيب يعني شايف ايه اللي مهم يبقى في لعيب باسكت؟ يعني انت يعني ايه اللي شايف ان لو الميزه دي في لعيب باسكت محدش يوقفه؟ هو دايما بيقولوا اي واحد طويل يلعب باسكت، يعني انا دايما بيسالوني هو انت بتلعب ايه؟ بقول لهم بلعب باسكت، يقولوا لي ازاي ده انت قصير. هم فاكرين دايما ان الباسكت بالطول، بس لا هو مش بالطول، هو حسب هي بوزيشن بتاع. وكلعيب باسكت مش فارقه بقى انك ايه اهم مهاره انت شايف، يعني الشوط، الدريبلينج، السرعه، ايه اللي انت شايفه في لعيب باسكت لو موجوده فيه على الاقل هو ضمن بنسبه كبيره جدا غير الطول طبعا ان هو يكون لاعب ولاعب مميز؟ هو لو شويت وبيعرف يقرا الملعب، يعني يعرف في يعني فاهم يبص على زمايله يقرا الملعب صح. اه بالظبط. وشويت ايه الشوط اهم حاجه في الباسكت الصراحه، لو شويت انت كده ضمنت مكانك في عندك مدفعيه، ما هو الشوط ده زي المدفعيه والطيران بالظبط، عندك الاثنين انت محدش هيوقفك صح. الله ينور عليك. طب اسال نور كده ايه اهم حاجه شايفها في الباسكت؟ والله انا شايف برضو الشوط لان هو مفتاح كل حاجه، يعني انت مثلا لو لعيب بيشوط فالدفاع مضطر ان هو يضغط عليه صح، فبيفتح الملعب اكتر ليه ولزمايله صح، يخلي الملعب مفتوح كده كله يعرف حتى يلعب لو مش هيخلق لعب لنفسه. طب انت مين ماسك الاعلى؟ خلي بالك انت يعني انت بتلعب بيج جاي، انت تحت الحلقه مسائل الاعلى ما تقوليش بقى ستيف كير تاني بقى خلاص هو حرقه في مصر يعني ولا بره؟ الاثنين. لو بره مصر مثلا في لعيب اسمه بليك جريفن، جريفن ده من وانا صغير يعني حدوتة. بحبه انت جايب العفياجي بتاع الام بي هو اللي حببني يعني في اللعبه فظيع ده على قد طوله كده عنده بول كنترول وبتاع وكل حاجه وشوطه وكله لانكات وكله. انت من زمان تابعه؟ من زمان هو كان خلاني يعني احب الباسكت اكتر. انت بتفهم لان انا بحب اللعيب ده جدا والله العظيم لان مش كتير واخدين بالهم منه بس اللعيب ده حدوته على فكره. هو بشرته بيضه يعني هو مش اسمر وده الاعجاز، ومع ذلك جسمه بيلعب زيه زيهم. بيلعب زيهم. طب في مصر مين؟ في مصر بحب لعب عمرو الجندي عشان انتوا نفس السايز يعني وبعدين لعبه ذكي يعني مش عافيه مثلا او مش حاجه، لا بيلعب اللي الديفنس بيديهوله. طب قول لي يا نور يعني انت مثلا انت 2003 خلاص انت المفروض السنه الجايه درجه اولى، ممكن يكون ما فيش مثلا مكان او لسه مش يعني لسه عايز شويه خبرات، عندك استعداد تروح تلعب مع نادي تاني وتثبت نفسك وتجي نادي الاهلي؟ وعلى فكره في ناس كتير عملوا كده. طبعا يعني ما انا كده عارف ان طبعا يعني يبقى احسن لي لو مثلا طلعت بره ورجعت تاني لما اكسب خبره وكده، لان الناشئين طبعا غير الدرجه الاولى وكده. طبعا يعني يا ريت. يعني انت شايف يعني انت شايف انه عادي جدا ان انا اخد خبرات وارجع تاني؟ وخلي بالك لعيبه كتير عملوا كده. يعني هفكرك مثلا انتوا عارفين كابتن كريم ضيف اللي هو نائب كابتن كريم ضيف كده راح سنتين ثلاثه ورجع النادي الاهلي على فكره وكان مولاد النادي الاهلي وكان منتخبات كمان. فلازم يبقى عندك الويلنج ده، انت يعني تشتغل على نفسك وممكن سنه او اتنين وترجع النادي الاهلي مفيش اي مشكله. مظبوط. طب قول لي انت المركز اللي بتحب تلعبه، انت بتلعب اربعه صح؟ مظبوط. طيب عمرو الجندي بيلعب ثلاثيه واربعه، ايه المركز انت تحب تلعبه اكتر، ثلاثيه ولا اربعه؟ لا احب اربعه اكتر يعني لان بحس ان انا مثلا عندي الباوند كويس وكده فابقى تحت الحلقه اكتر. انت طول عمرك بتلعب اربعه؟ ولعبت خمسه برضه. لعبت خمسه؟ لا بس لما كبرت شويه 18 و20 يعني كنت برضه بلعب البطوله اللي فاتت دي لعبت شويه خمسه. ايه اصعب ماتش كان البطوله دي؟ اصعب ماتش كان الشمس اللي هو الثاني ولا الاولاني؟ لا الثاني اللي هو مش الفيصل اللي احنا خسرناه للاسف. اللي هو الاولاني بقى مش الثاني، الاول ماتش خسرناه. طب خسرناه ليه تفتكر؟ يعني من وجهه نظرك يعني ما كناش جايين مركزين طبعا الماتش، كنا مركزين في ان احنا خلاص كسبنا يعني ان احنا كان كده قدامنا فرصه وخسرنا ان في ماتش فايز، فكنا جايين مستهترين شويه وكده بس خلي بالك اللي ظبط الدنيا شويه ليكوا لما الجزيره ضربت الشمس هو ده طبعا ده سهل لنا جدا ان احنا كده كده قدامنا فرصه سواء كسبنا او خسرنا. الجزيره خلت لكم الماتش الثاني فاينل لان الجزيره ما كانتش كسبت الشمس. لا كان مدينه نصر، مدينه نصر اللي كسب الشمس. مدينه نصر مش الجزيره؟ نصر اللي هي اللي كسبت الشمس. ازاي ده؟ اللي كانت مفاجاه محدش كان متوقعها. لا انا اللي اعرفه ان اتبلغت ان الجزيره اللي كسبت الشمس، مدينه نصر اللي كسبت مدينه نصر. عملت لنا مفاجاه ده بالرغم ان الشمس بصراحه فرقه حلوه قوي. صراحة. يعني الشمس بامانه. طب ولعيبه الشمس فيها لعيبه بتلعب في الدرجه الاولى معاهم ولا؟ في مين البوينت جارد؟ لا في عبد الرحمن ناصر اخو عبد الله ناصر. عارفه. و لا مش عارف بس هو الجميل اللي كان عبد الله ناصر في الاهلي واخوه في الشمس. بس ده شال بلوك لاخوه. لا عبد الله ما فرقش معاه، اخوه جاي داخل وده اللي صح. الرياضه رياضه يعني. طب قول يا دودو يعني يمكن في مدربين بيبقى لهم بصمه معاك، يعني مع احترامنا للكل يعني ما بيش يقول حاجه، بس في مدرب كده انت بتحس انه حاطط لك بصمه وان انت مهما كبرت برضه هتبقى فاكر، مين المدرب ده؟ هو
طبعا كل المدربين يعني طبعا سابوا لي حاجه، ضافوا لك حاجه اكيد، ضافوا لي حاجه في تاريخي يعني. يعني كابتن اسامه كان لما اتمرنت معاه في ال 14 اي نعم ما كملتش معاه كسيزون، بس استفدت منه جدا كتمارين، وفي حاجات لغايه النهارده لسه بعملها متعلمها منه. طبعا كابتن احمد الجرحي في 16 سنه هو مدرب برضو اللي هو لا جامد احمد الجرحي طبعا. يعني هو عمل تاريخ كبير في القطاع الناشئين بصراحه احمد الجرحي، وانا كنت بحبه قوي الصراحه وما زلت بحبه. هو اللي يعني هو اللي اصر ان انت تيجي يعني. هو كاسلام الكلاني اللي شافك وهو اللي اصر انت تبقى موجود، وكان هو عشان جابني الاهلي فهو ليه اثر كبير عليا اللي انا احبه يعني فاهم. وكابتن ماجد طبعا السنه دي ماشي معايا حلو الحمد لله. طب الحمد لله. طب قول لي يعني عايز برضو نفس السؤال اللي سالته نور، انت لو عندك استعداد تروح وتعمل موسم كويس، خلي بالك دلوقتي الدوري 16 فرقه 16 فرقه الف، وفي برضو حتى مش لازم الالف في الدوري الثاني في فرق قويه كتير جدا. عندك استعداد تروح وعندك العزم والاراده ان انت تثبت نفسك وترجع تاني؟ طبعا هو كده كده حلم اي حد لو يلعب في درجه اولى اهلي او درجه اولى الثمانيه الكبار عامه. فكده كده يعني السنه الجايه انا مش هقول خلاص الباسكت وقف بالنسبه لي لو كملت او ما كملتش، لا انا هبص في حته ثانيه اللي انا ان شاء الله اجي اتمرن على نفسي وممكن ارجع الاهلي ثاني. ده مثلا في مثال في معداوي من لما خلص ال 20 سنه راح طنطا وبعديها رجع الاهلي بعدها دلوقتي في الجيش، ودلوقتي في كلام انه ممكن يرجع ثاني. بالظبط. فبرافو عليك الفكر اللي انت بتقوله ده برافو. فانا انت عارف انت بالنسبه لك انت محتاج ايه سواء انت او نور محتاجين وقت زياده بس في الملعب مع فرقه كبيره. ده هيحصل. وعشان انتوا خارجين من قطاع ناشئين الاهلي فهيبقى عليكم طلب، لان انتوا متعلمين كويس ويعني يعني عندكم اساس كويس في كره السله. انت محتاج تتريني في الملعب في الدرجه الاولى، وده هي ممكن يجي مع فرقه ثانيه. بالظبط. طيب يعني خلينا نقول ان برضه في الفرقه بيبقى لك شيء حد بتحبه قوي، حد انت يعني معاك من زمان في الفرقه وعلى طول مع بعض في الاوضه، مين معاك؟ يعني هو دايما اللي كان بيقعد معايا في الاوضه بس يعني من سنه 16 مثلا نقول يعني اغلب الوقت كان معاك، اغلب الوقت هو نور كان معايا اغلب الوقت، وبرضه في دروس ثانويه عامه كان معايا في كل حته. ومعاك كمان في القناه؟ ده ايه ده؟ يعني انتوا ما شاء الله مقربين بعض جدا. كنا دايما نخلص دروس ثانويه عامه ونيجي مع بعض التمرين، نخلص التمرين نروح دروس، فكل حاجه مع بعض. كنتوا مع بعض يعني صداقه مش على قد الملعب بس، ده كان بره الملعب. طب وفي السفريات؟ طب احكي لي بقى موقف طريف بينكم الاثنين حصل. مش يعني مش هنختم الفقره بتقولوا موقف طريف، موقف كوميدي كده حصل. موقف كوميدي او ممكن يكون موقف كوميدي حصل بس مش انا وهو. ماشي قول. لعيب تاني محمود ماشي. وليد مثلا ايه اللي حصل؟ قول. كنا في معسكر اسماعيليه فكنا رايحين على العشاء على ناكل يعني على المطعم، فكنا ماشيين كان في بلاعه مفتوحه، رحنا ماشيين فجاه لقينا محمود سقط مننا كده. والله بس فرجله اتزنقت جوه فوقع، وبعديها تاني يوم كان عندنا ماتش سبورتنج يعني. طب هو كان حالته ايه محمود وليد؟ يعني فضل يضحك شويه وبعديها بقى اتوجع طبعا. طبعا. بس بعديها ربطناه عادي ولعبنا يعني. ولعب محمود وليد دلوقتي في امريكا بقى مفيش بلعات هناك ولا ايه بقى؟ يعني ربنا يشتر عليه. بس كان درس وقعت على روحكم بالده. الصراحه انت فاكر الموقف ده؟ كان سيمي فاينل مرتبط اصلا، فكان عندنا ماتش مهم تاني يوم. ف يا خبر ابيض قلقنا طبعا كلنا، لان هو فضل رجليه وجعاه ما كانش عارف يمشي. جدع يعني راجل راجل ما شاء الله. طب انت فاكر موقف تاني؟ لا والله مش مفيش. طب قول لي. طب انا عايز اسالك برضو زي ما سالت دودو، مين المدربين اللي يعني لطشوا معاك جامد؟ كل المدربين طبعا بنحترمهم يعني، كل كابتن ماجد وكابتن احمد الجرحي وكابتن محمد اشرف توفيق، بس في مدرب بيبقى ليه بصمه عليك مين؟ والله طبعا كلهم كده كده اثروا فيا يعني، بس اللي انا بعتبره هو اللي علمني باسكت بجد يعني هو كابتن اسلام كيلاني. كل القطاع بصراحه كابتن اسلام يعني ليه بصمه معاه. يعني هو فعلا هو مرني حتى في سن صغير، كنت 14 سنه، فيعتبر هو اللي علمني كل حاجه في الباسكت يعني. ولسه لغايه دلوقتي اللي انت اتعلمته زي دودو معاك. بالظبط. وكابتن احمد الجرحي طبعا كانت سنه مهمة جدا معاك، كسبنا فيها 3 بطولات. صحيح. وكابتن ماجد دلوقتي هو. نعم. طب قول لي يعني طموحاتك على المستوى الشخصي، ايه نفسك تحقق يا ده؟ نفسي طبعا العب في النادي الاهلي درجة أولى يعني، وإن احنا نكسب الجمهورية السنة دي إن شاء الله، دي برضه حاجة. مين جامد؟ مين عندنا في الجمهورية فرقة جامدة؟ في الزمالك، وفي طبعا فرق اسكندريه سموحه. الزمالك كويسين السنه دي في السن ده يعني شويه. طيب الشمس كويسه هتبقى معاكم، وعندك الزمالك، عندك فرق اسكندريه مين؟ سموحه ولا سبورتنج ولا اتحاد؟ سموحه وسبورتنج واتحاد الثلاثه جامدين. اقوياء يعني. طيب بطوله الجمهوريه صعبه. بس انتوا قدها ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل يعني اللي علينا. كابتن ماجد اداكم راحه قد ايه؟ لا مش كتير يعني 3 ايام ولا حاجه ونزلنا على طول. دخلتوا في الجد على طول. لا ان شاء الله خير، وتكسبوا بطوله الجمهوريه وتحققوا انجاز كبير.
كل القطاع ان شاء الله يبقى القاهره والجمهوريه. بشكرك يا نور، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك، فرحتونا جامد بالبطوله دي. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. لودو بشكرك، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك، وان شاء الله لينا لقاء ترجع تاني النادي الاهلي وتلعبوا وتتالقوا وتعملوا اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونكمل لقائنا مع شباب السله في النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع فريق الشباب ابطال منطقه القاهره، وبنرحب في البدايه بسيف الدين وقلي السعيد. اهلا بك يا سيف. اهلا بحضرتك. في البدايه احب اقول ان انا مبسوط جدا انا مع حضرتك، وان فعلا اي حد يتشرف ان هو يكون بيطلع مع حضرتك وان يكون في قناه النادي الاهلي شرف كبير قوي يعني. حبيبي تنور وتشرف، وده مكانك وده بيتك، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. بنرحب بيوسف عبده نجم الفريق. اهلا بيك يا يوسف. اهلا بحضرتك يا كوتش، مبروك وشرفتونا. الله يبارك في حضرتك. يمكن اجي لك يا يوسف في البدايه، يمكن كان البطوله صعبه، ما كانتش سهله يعني. انتوا لعبتوا يمكن زي ما قال قبل كده دودو ونور، قالوا ان المباريات كانت تدريجيه شويه، بس دخلنا في الفاينلز. عايز اعرف اهم التعليمات اللي كان بيديها لكم كابتن ماجد يمكن قبل كل مباراه. اول حاجه ان كان بيقول لنا ان الاهلي بما حضر يعني ما نخافش، يعني نبقى جاهزين على طول. كان بيقول اللي في الملعب زي اللي بره الملعب، ان احنا نبقى مع يعني فرقه واحده، اللي يلعب زي اللي ما لعبش. أيوة. المهم ان احنا نكسب، ان احنا نكسب. ودي حقيقه، ما حدش الصراحه اثر في النقطه دي، كله كان بيفكر في الفريق قبل ما يفكر. انا شايف الصور الحقيقه، كله كان يعني بينفعل مع الكور وبتاع. طيب حقيقة. هو يمكن قال لكم الاهلي بمن حضر عشان كان في مجموعه مع الدرجه الاولى، صح؟ حقيقه. وفي لعيبه كانت مسافره بره برده، وكان في لعيبه مصابه. ما كنتوش يعني ما لعبتوش ماتش كامل انتوا؟ ما هو احنا عمرنا ما كنا كاملين يعتبر يعني. يمكن ماتش الشمس بس اللي لعبتوا كاملين. لعبنا كاملين. ايوه. كان في اصابات برضه. طب من وجهه نظرك يا يوسف، اصعب ماتش كان ايه؟ كان ماتش الشمس اللي هو قبل الفيصل اللي احنا خسرناه. لان احنا كنا مفكرين ان احنا كسبانين قبل ما نخش الماتش، وطول الجيم كنا مفكرين ان احنا كده كده هنكسب. فما كناش مفكرين ان احنا هنعوض في نص الجيم، ففضلوا كسبانين لغايه اخر الجيم. كان ماتش صعب، وكمان كان غير متوقع، وكان ممكن يعمل لكم احباط، لانه يمكن اللي ظبط الكفه شويه مدينه نصر كسب الشمس، بس برضه كان لازم انتوا تكسبوا الشمس ماتش تاني. حقيقي. لازم. طب سيف اجي لك، يمكن انت مبني النادي الاهلي يا سيف. بالظبط. انا فعلا النادي الاهلي بدات من وانا صغير اكاديميه بالتدرج الطبيعي، ناشئين 12 سنه، ميني ميكرو 12 سنه، 14 سنه. 14 سنه بقى رحت سنه اعاره. رحت نادي الاتصالات، بس كانت ساعتها يعني حصل مشكله، رحت نادي الصيد ساعتها. السنه دي لعبتها في نادي يعني الصيد. يعني بدات الاول حاولت تروح الاتصالات. بالظبط. وبعد كده رحت نادي بالظبط، وبعد كده كملت السنه دي، كانت لعبتها في نادي الصيد، ولعبت السنه دي كويس. لعبنا ماتش قدام الاهلي، لعبت كويس، وكنت مادي في السنه دي بشكل كويس. ف كابتن احمد الجرحي طبعا كان طلب يعني ان انا ارجع الفرقه، والحمد لله كانت سنه خدنا فيها الثلاث بطولات، مرتبط ومنطقه وجمهوريه. وكانت سنه من احسن السنين بصراحه اللي لعبناها، كانت سنه جميله جدا يعني. طب قول لي يا سيف، يمكن على مدار الوقت اللي انت قضيته في النادي الاهلي، يمكن انت لعبت مثلا نقول 10 سنين، مين المدربين اللي حسيت ان هم اثروا فيك؟ اثروا في طبعا كل المدربين الاحترافي فيهم. طبعاً. طبعا اكيد، وكلهم دولك طبعا حاجه، بس بيبقى في مدرب بيبقى يعني لاتش معاك العمر كله. اقدر اقول هم في يعني طبعا كل المدربين اثروا معايا، واخدت منهم حاجه، استفدت منهم اكيد، بس اقدر اقول ان يمكن اكتر اتنين اثروا معايا وانا صغير في الاول لما خلصت اكاديميه وطلعت الفرقه، كان في كابتن ياسر غريب. كان فعلا هو كان اداني الاساسيات، كان شغال على الاساسيات بشكل كبير قوي، لان احنا في السن ده كمان بنحتاج الاساسيات اكتر من اي حاجه ثانيه. البول هاندلنج طبعا، ازاي نعمل دريبل، ازاي نباصي، ازاي الحاجات دي كلها هو ادهنا بكثافه، وفعلا فرقت معايا وخلتني واقف على رجلي، وخلتني اقدر ان انا ابني عليها. كابتن احمد الجرحي طبعا هو السبب ان انا كنت ارجع النادي تاني. حط ثقته فيا، والحمد لله ساعتها يعني على قد ما اقدر اتمنى ان انا كنت قد الثقه دي، والحمد لله في السنه دي حققنا ثلاث بطولات. فدول اكتر اثنين مدربين يعني بالنسبه لي اثروا معايا. طب قول لي يمكن يا سيف، انت شايف ايه المهاره اللي اللعيب، انا سالت دودو وسالت نور برضو، ايه المهاره اللي في الباسكت انت شايفها لو في اللعيب يعني تاكله عيش زي ما بيقولوا؟ لو في اللعيب تاكله عيش، القلب بالنسبه لي. القلب رقم واحد، الروح. لان هو دلوقتي ممكن يكون لعيب شوتر، ممكن يكون لعيب بول هاندلنج بتاعه عالي، ممكن يكون عنده كل حاجه في الدنيا، لكن لو ما عندوش القلب مش هيقدر ان هو يوظف الحاجات دي صح، ومش هيقدر ان هو يطلع كل البوتنشال بتاعه في اللعب. يعني في الاخر هو ممكن يبقى لعيب احسن لعيب في الدنيا، بس لو ما عندوش الروح وما عندوش المينتاليتي اللي تخليه يقدر يوظف الكلام ده صح، وان هو يقدر يطلع كل عنده في كل ماتش وما يبخلش بمجهود ابدا،
ويقدر يعمل كل ده هيبقى كونسيستنت وهيقدر ان هو يعني يوصل يبقى سوبر ستار. وكمان الديفنس مهم قوي بالنسبه لي لان هو الروح مرتبط بالديفنس لان هو في لعيبه كتير قوي ممكن يبقى اوفنسيف لجامد قوي بس هو مش بيقوم بدوره في الديفنس فده ممكن يبقى بيخسر الفرقه اكتر ما يكسبها. صح برافو عليك برافو عليك كلام صح ومنطقي. الروح والديفنس هم اساس كره السله. وخليني اسالك برضه يا يوسف نفس السؤال ايه المهاره اللي انت شايفها مهمه جدا؟ انا بقول الديفنس الصراحه. الديفنس لان مش كل لعيب بيعرف يدافع. ممكن اللعيب ممكن تعلمه ان هو ازاي يشوط ان هو ازاي يعمل بنتريشن وازاي يعدي بس الديفنس مش اي لعيب بيعرف يدافع صح مش اي لعيب بيعرف يلم ريباوند وهو العامل الاساسي في المكسب الصراحه. طب قول لي يا يوسف انت 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 في فتره طلعتها يعني انت ولاد ابن نادي الاهلي بس في فتره طلعتها اعاره بره. أيوة. فين كانت فين يا يوسف؟ طلعت الجيش. طلعت النادي طلعت الجيش. لعبت فيه كام سنه؟ لعبت فيه 4 سنين. 4 سنين ورجعت السنه دي النادي الاهلي. طب مين اللي قال لك ارجع؟ كابتن ماجد. كابتن ماجد هو اللي طلبك وقال لك ارجع. طب كنت فرحان لما طلبت وترجع تاني لنادي الاهلي؟ الصراحه حسيت ان انا رجعت بيتي تاني فعلا. حب تلعب انت في نادي الاهلي؟ ايوه طبعا. انتوا الاثنين مواليد 2003 صح؟ ايوه صح. طيب يعني عندكم استعداد تخشوا بقى الدرجه الاولى وتشوفوا بقى تقتحموا هذا العالم في دوري الممتاز ولا لا؟ اه طبعا والله يعني الفرصه لسه موجوده طالما السيزون ما خلصش. صح برافو عليك. بس اثبت نفسي ممكن العب الدرجه الاولى. ايوه ما كانش يبقى انا عندي الدوري الممتاز العب في اي فرقه. وبالمناسبه انا طالع اعاره من نادي الجيش يعني. يعني طالع اعاره يعني انت راجع نادي الجيش تاني. يعني ممكن تلعب مع نادي الجيش في الثمانيه الكبار مع كابتن اشرف توفيق. ان شاء الله ممكن. طب سيف نفس الكلام يعني؟ نفس الكلام طبعا. انا بالنسبه لي يعني فرصه ان انا العب فيرست تيم في النادي الاهلي موجوده بس في الاخر انا يعني انا موارد جدا ان انا السنه دي اخلص ما وفقش او ان انا يعني تبقى التيم مكتمل فوق فهطلع العب اعاره بره هلعب هحاول اثبت نفسي اشتغل على نفسي على قد ما اقدر ممكن ارجع النادي الاهلي تاني ممكن ارجع العب في فرقه من الثمانيه الكبار هيبقى ده التارجت يعني بس يعني هبقى تركيزي اكتر حاجه ان انا اطور نفسي يعني هيبقى التركيز كله ان انا اطور نفسي مش هبقى مركز قوي انا يعني هلعب في الاهلي السنه دي السنه الجايه رايح فين جاي منين لا انا هبقى مركز على قد ما اقدر ان انا اطور من نفسي بحيث ان انا ايا كان المكان اللي انا اروحه اكون جاهز يعني لما فرصه تيجي اكون جاهز. طب انت في كليه يا سيف مش كده؟ انا في كليه هندسه جامعه القاهره. ليه يا ابني عملت نفسك؟ على فكره انا هندسه القاهره زيك بس صعبه يعني انت محتاج شغل جامد. هي صعبه جدا بصراحه. هو فكره التوفيق ما بينهم هي حاجه يعني هو في العادي التوفيق ما بين دراسه ورياضه صعب جدا. انت هندسه القاهره بقى والنادي الاهلي باسكت. طب انت كنت ناشونال ولا امريكان ولا اي جي؟ لا انا كنت اي جي. كنت اي كمان؟ كنت اي جي. طلعت من اي جي على السكه الصعبه. انت شاطر في الدراسه. بحاول يعني. طب وعارف توفق ما بين هندسه وما بين اللعب؟ هو طبعا هتضحي بحاجات كتير قوي يعني حتى هتضحي يعني طبعا انت الحاجات هتضحي بيها طبعا اي رفاهيه هتضحي بيها يعني الخروجات هتضحي وقت مع اصحابك هتضحي هتضحي حتى بوقت مع عيلتك يعني انا في الوقت مع عيلتي ما بقعدش مع عيلتي كتير لان انا الموضوع بيبقى هو مقتصر على التمرين والدراسه انا رايح من الجامعه راجع من الجامعه على التمرين او راجع ورايا مذاكره حتى الوقت الفاضي بحاول ان انا اتمرن عشان احسن من نفسي في اللعب فالموضوع انت في الرفاهيه مش عندك؟ لا مفيش حتى النوم حتى النوم يعني بالنسبه لنا قليل ما دي الضريبه يا باشا يوسف نفس الكلام يوسف انت في جامعه مش كده؟ سنه كام يا يوسف؟ سنه تانية. بتدرس ميجور ايه مش يعني لو جامعه خاصه مش هنقول اسمها بس بتدرس ميجور ايه؟ سياحه وفنادق. سياحه وفنادق. طب تعبان في الدراسه ولا الدنيا ماشيه كويس؟ هو انا حاطط مجهود في الباسكت في الدراسه. قادر توفق؟ بس قادر بس الفكره ان انا بضحي طبعا بحاجات كتير بذاكر في المواصلات وطبعا عشان نتحسن في الاثنين فانا في الباسكت مثلا ببقى مخلص جامعه برجع النادي اشوط بستنى التمرين بعد كده ايه اتمرن في الوقت الفاضي بقى بين التمرين والشوتنج اللي انا شوطه بذاكر. حياه جميله جدا وحياه لازم في الاخر هتكون مطلعه يعني شاب سوي رياضي ممتاز وطبعا زي ما قلت لحضراتكم بدايه الحلقه كان من احد اهم القرارات اللي خدها مجلس اداره السنه دي من وجهه نظري الشخصيه تعيين الرباعي. الرباعي اللي تعين في قطاع الناشئين واللي كان ليه دور كبير جدا في الطفره اللي حصلت سواء مستر دانيك رئيس القطاع مودي الجرحي مدير اداري القطاع كله ماسك الاداريات وكمان فنيات متداخل لان هو طبعا كابتن الفريق الدرجه الاولى وعندك الجمال كابتن ابراهيم الجمال وكابتن كريم ضيف ولازم طبعا ما يبقاش معانا الحلقه دي الا ما يكون معانا كابتن مودي الجرحي مدير اداري فرق الناشئين بالكامل. اهلا بيك يا كابتن مودي. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وحشني ومبروك على الانجاز الكبير ده يا كابتن مودي. حضرتك كابتن هيثم مبروك لينا كلنا والله حضرتك عارف يعني احنا يمكن اول مره بقى نخش في الموضوع الاداري وفنيا في اول السنه فالموضوع كان جديد علينا بس احنا كان حتى كلامي كله مع كريم والجمال وكنت داني ان احنا عايزين
نعمل تغيير يعني في العقليات وفي كل حاجه. النادي الاهلي هو كده الحمد لله احنا طول عمر النادي الاهلي عارف هو مستوى السنه دي المعمول يعني حاجه جديده اللي هي صحيح كل حاجه يعني صحيح. في البنات او في الاولاد صحيح يعني يمكن انجاز كبير. واللي عايز اقوله كمان يا مودي الطفره اللي بانت على طول بامانه هي الروح. انت من اول ما جيت زي ما كنت روحك عاليه جدا في الدرجه الاولى اشتغلت انت وكباتن مصر سواء كريم ضيف او الجمال على الروح على الالتزام وده كان واضح من اول يوم توليت المسؤوليه يا كابتن مودي. ما بالظبط يا كابتن حضرتك عارف ان الروح دي اهم من الفنيات على فكره يعني انت ممكن تبقى فنيا كويس والروح هي اللي بتكسب. صحيح. فاحنا حتى قريبين من اللعيبه كلها وفي منهم اللي اتمرن معانا على فكره كتير في تحت 20 سنه وال 18 والكلام ده كله فاحنا قريبين من اللعيبه يعني انت بتتعامل مع اخواتك الصغيرين. صحيح. عامل انت بقى انت مدير الجهاز ولا انت مساعد طبعا مش الكلام ده خالص بتتعامل كاخواتك الصغيرين وبتقول لهم يا جماعه احنا لازم نكسب ان انت لازم تدخل تزرع جواهم الحته دي ان انت النادي الاهلي هو يعني عظمه النادي الاهلي في الحته دي ان انت تزرع جوه الناس ان انت تكسب من وانت او يعني بتلعب بص ايه لازم تكسب. صحيح. طب انت كابتن مودي الجمهوريه يعني انت 16 سنه حسمت البطوله من قبل ما تخلص النهارده. حلو امبارح لعبوا ماتش وكسبوه حسموا البطوله يعني كده 16 خلاص كسبانه بغض النظر عن المباراه بكره ان شاء الله مع نادي الشمس. طيب النهارده احنا الانجاز الكبير ده انا ما افتكرش انه اتحقق قبل كده يا كابتن. والله خالص انا بقالي في النادي 30 سنه مش فاكر ان احنا خدنا كل البطولات دي في سنه واحده حتى وانا صحيح مش فاكر ان دي حصلت بصراحه قبل كده والله يعني مع بس الحمد لله يعني على فكره هي دي برضه هتعمل مسؤوليه ثانيه ان انت الناس هتبقى ايوه صح تبقى صح دي خلاص. وخلي بالك المنافسه في الجمهوريه غير المنافسه بتبقى اكبر. طبعا ده مع فرقه اسكندريه كمان معانا وكمان بس انا عايز اقول حاجه والله على فرقه 20 سنه دي عشان انا اتعاملت معاهم كلهم الفترات الاخيره ورحت معاهم الماتشات وكنا واقفين في ظهرهم ان هي الفرقه دي فرقه يعني عيال كلها رجاله من الاخر دي ناس كلها رجاله واللي بيلعب ما بيلعبش مش فارق معاه المهم يكسبوا. في ناس منهم من اللي قاعدين عند حضرتك النهارده ما شاركوش في اوقات كتير عدد الدقائق مش كتير بس لو تشوفهم على البنش بره وتشوف روحهم عايز اقول لك ان الفرقه دي كانت يعني احنا كنا خلاص بونت لينا وتو شوت للشمس. صحيح. لو النيات من جوه ما كانتش صافيه وحد فيهم كان متضايق وحد فيهم كده كانوا هيجي نخسر عادي كده بالظبط ونخسر عشان العيال دي كلها رجاله وهم يستاهلوا ان هم فيه. فربنا كرم عشان هو الناس كانت صافيه الحمد لله ضيع الاثنين وكسبنا. فانا بقول لك انا بشكرهم عشان هم كلهم بصراحه اللي لعبوا واللي ما لعبش كلهم كانوا رجاله جدا جدا. كابتن مودي بجد انت يعني كلامك ده جه في الصميم والله العظيم انت بتفكرني ايام ما كنا بنلعب مع بعض وكنت دايما بتتك على الروح ونسلك النيه عشان ربنا يكرمنا. بالظبط كده دي اهم حاجه كابتن حضرتك عارف حضرتك كبير وعارف ان الروح انا بشوف ان الروح دي اهم فنيات لو انت احسن لعيب في العالم وعندكش روح عمرك ما تبقى. صحيح يا كابتن مودي بامانه انا سعيد جدا بمداخلتك دي وان شاء الله هنرتب يعني باذن الله وقت في هنا في الاستوديو تنوروني عشان التجربه دي الحقيقه تجربه تحتاج الدراسه لان وجود قامات كبيره زيك وزي كريم وزي ابراهيم مع الاحتفاظ بالالقاب نجوم مصر كلها في القطاع الناشئين تجربه يعني الحقيقه عليها مجلس اداره وقطاع النشاط الرياضي طبعا برئاسه الكابتن خالد العوضي. طبعا وبرده عايز اقول حاجه في الصعب بنات برده في كابتن اسامه النمر مع كابتن تاني يعني ان شاء الله باذن الله فاضل لها طول 16 سنه بنات يعني لو ربنا كرمنا وقدرنا نكسبها يبقى كده كسبنا كل القطاع في البنات. يعني انا لسه البنات ما رحتلهاش عشان لسه في ماتشات بس احنا ان شاء الله فاضل لنا يعني ايفنت واحد نكسبه يبقى احتكرنا البنات كمان ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله نكسبهم باذن الله يا كابتن مودي ونحتفل احتفال كبير هنا ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن مودي الجرحي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدير اداري قطاع الناشئين والناشئات بشكرك شكرا جزيلا. يعني سيف كلام واضح ونغمه واحده بتتكلموها الروح والاداء ولازم يبقى رجاله في الملعب يعني بيتهيألي وجود مودي وموجود الجمال وووجود ابراهيم ضيف ومستر داني اكيد ضاف لكم اسلام. طبعا هم طبعا من ناحيه الباسكت الناحيه التكنيكال هم حاجه يعني زي ما حضرتك قلت هم كانوا من نجوم مصر بالاضافه للكوتش داني طبعا حاجه في الباسكت تكنيكال وايز يعني زودنا جامد بيشتغل انديفيدوال كتير هو مع اللعيبه اللي محتاج حاجه او حاجه ناقصاها مثلا انت بتشوت بشكل معين محتاج تظبط الستايل بيقول لك لو في حاجه ناقصاك عامه في اللعب هو شايفها بيقول لك. كابتن مودي طبعا وكابتن ابراهيم وكابتن كريم ضيف برضو بيساعدونا في الناحيه التكنيكال في الباسكت لو في حد ناقصه حاجه وكمان الاهم كمان ان هم الروح هم دايما بيكلمونا في حته ان دايما احنا مركزين على المكسب هي مش فارقه انت لعبت او ما لعبتش هي في الاخر احنا بنلعب لتيم واحد في الاخر. كان بيقول لي يا سيف انت والدك كان بيلعب باسكت؟ كان بيلعب باسكت. طيب وهو اللي نصايحه ليك ايه؟ كان بيقول لك ايه في الملعب؟ ايه نصايح والدك؟ هو انا اصلا بلعب باسكت بسببه وانا لو في اي حاجه عملتها فهي بسببه في الاخر لان هو اللي علمني هو اللي دخلني في اللعبه وهو الاول يعني هو الاساس انا من غيره ما كنتش هقدر ان انا العب اصلا ولا كنت هقدر اجي النادي الاهلي.
فنصايحه ليا دايما بيبقى ان انا ابقى العب بروح على قد ما اقدر والعب بقلب، مركزش في الحاجات اللي انا ما اقدرش اكونترولت. يعني من الاخر مثلا انا نزلت ان كان الوقت اللي انا لعبته مثلا، فانا هطلع كل اللي عندي فيه، العب بروح على قد ما اقدر، اجري، لان انا طبعا بلعب شوتينج جارد، فجزء من مهاراتي ان انا اكون بجري كويس على الفاست بريك وان انا بكون بشوط. فهو كان طب انت يعني وجه رساله برضو لاسرتك اللي تعبت معاك وتقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني مهما عملت مش هقدر طبعا اوفي المجهود اللي هم عملوه معايا، يعني من كل حاجه بصراحه. يعني هم موفرلني طبعا، انا ببقى في ايام مثلا امتحانات، ايام ماتشات، ايام الضغط ببقى عصبي، هم بيستحملوني، بيوفروا لي المناخ اللي انا اقدر ان انا فيه اوفق بين الاثنين، لان هي بتبقى محتاجه الاسره تبقى كلها واقفه، لان الموضوع مش سهل. محتاج دعم من كل الاسره. نفس برضو الكلام يا يوسف، انت تحب تقول لاسرتك ايه؟ يعني هل والدك كان بيلعب باسكت برضو؟ لا، ما كانش بيلعب باسكت. حد من عيلتك كان بيلعب؟ لا، بس هو كان بيحب الباسكت، بيحب عشان كده دخلك. وانا الصراحه يعني هو يعني شافني كويس في الباسكت فقال يلا. انت ما شاء الله طويل كمان. وصراحه يعني بحب اشكر بابا وماما جدا، لان من غيرهم انا كنت ولا حاجه. يعني انا من غيرهم ما كنتش هبقى حاجه في الباسكت دي، ما كنتش هبقى هنا، ما كنتش هبقى في الجيش، ما كنتش هبقى هنا في الاول تاني قبل ما اروح الجيش. بيدعموك بشكل كبير. بيدعموني بجد والله. انا مش عارف يعني انا لا طبعا الاسره والاب والام دول ليهم دور كبير مش عارف اعبر قد ايه انا عاوز اشكرهم. طبعا واكيد ده يعني حاجه جميله ان تبقى انت حاسس بفضل الاب والام عليك. طب يعني خلينا نقول انه اكيد في نصايح كان باباك بيقولها لك. طب ما كان بيحب كره السله، ايه اللي كان دايما يقوله لك؟ كان بيقول لي ما تصارش، ركز في التمرين. كان نوع النصايح اللي اي اب بيقولها، بس هو كان بقى بيتكى عليا. يعني مثلا اللي هو ايه، بيشوفني مثلا بيسحب مني الموبايل قبل ما انام عشان اعرف انام. والله ده كان معاك، مركز معاك في كل حاجه. كان هو اللي بيصحيني الصبح فعلا. كان مامتي على طول بتعمل لي. انت ساكن بعيد عن النادي يا يوسف؟ نوعا ما. 10 دقايق ربع ساعه بالعربيه مثلا؟ ممكن نقول ساعه الا ربع. ساعه الا ربع. طب مين اللي كان بيجيبك التمرين وتروح؟ كنت بتروح لوحدك ولا كان حد من البيت بيوديك؟ هي مامتي كانت بتوديني في الاول. بعد كده انا بقى اللي بدات اروح لوحدي. تروح لوحدك وتيجي لوحدك. طيب قول لي، يعني خلينا طبعا الفقره قربت تخلص، بس انا بحب اسال كل لاعب قبل ما نطلع من الفاصل، طموحاتك ايه؟ نفسك تحقق ايه؟ والله انا يعني طموحاتي مالهاش سقف، طالما انا قادر العب باسكت. يعني ممكن نقول طموحاتي ان انا ممكن احترف بره ان شاء الله. ليه لا، تحترف وتلعب وتطور من نفسك وان شاء الله تعمل شغل كويس جدا. خلي بالك يعني وضع طبيعي جدا ان انت طموحاتك ما توقفش عند حد معين، ده اللعيب اللي عايز يبقى حاجه كويسه وان شاء الله تحققها ان شاء الله. سيف، طب طموحاتك قبل ما ننهي الفقره، ايه اللي نفسك تحققه سواء على المستوى زي يوسف كده، سواء على المستوى الرياضه او المستوى المهني او الدراسي، نفسك تحقق ايه؟ هو انا بالنسبه لي اي حاجه بدخل فيها ببقى عايز اكون احسن واحد فيها، بحط فيها اكتر مجهود اقدر احطه فيه، ايا كان دراسه، ايا كان او كانت رياضه. فبكون مركز على قد ما اقدر ان انا احسن من نفسي، اشوف ايه اللي ناقصني واشتغل عليه في الباسكت. يعني بشوف ايه اللي ناقصني مركز عليه في الدراسه. لسه مشوار طويل عندكم يا يوسف سيف، مشوار طويل، لسه محتاجين شغل كبير مع الفرق الدرجه الاولى. بالظبط، لسه محتاجين شغل كتير. طب على مستوى الدراسه، محتاج تكمل دراستك وتخلص وتشتغل مع اللعب ولا عايز تتفرج للعب بس؟ انا نفسي طبعا العب مع الدراسه، يعني اشتغل والعب، بس دي حاجه. ليه لا، هتقدر ان شاء الله يا رب. وانت يا يوسف نفس هو الكلام، هو ده طموحك ان شاء الله. اقدر طبعا. شغل ولعب تبقى صعبه، مفيش مشكله. صح، برافو عليك. يعجبني فيكم ان انتوا يعني الحماس اللي انا شايفه في عينيكم اكيد ان شاء الله هتبقى ليكم حاجه. انت ليك اخوات يوسف؟ بيلعبوا باسكت برضو؟ ياسين بيلعب تحت 18. تحت 18 في الاهلي. هو كان مع حضرتك السنه اللي فاتت بعد الجمهوريه. والله صحيح، ده اخوك. ايوه صحيح. طيب انت ليك اخ بيلعب باسكت؟ عبد الرحمن اخويا كان بيلعب في الاهلي وراح الصيد. بيلعب في الصيد. لا ان شاء الله. يعني بص، ربنا يكرمكم وانتم شباب زي الفل. انا عرفت ليه بنكسب الحقيقه، وجودكم معايا في الاستوديو النهارده يعني وراني قد ايه عندنا يعني نماذج في نادي الاهلي الحقيقه، يعني صعب تلاقيها في اي مكان تاني. طيب سيف، انا بشكرك شكرا جزيلا، الوقت عدى يعني سريعا. سيف الدين وائل السعيد، بشكرك، نورتني وشرفتني. شكرا لحضرتك جدا يا كابتن، وشرف ليا ان انا كنت مع حضرتك النهارده، يعني فعلا مبسوط جدا. يوسف عبده، بشكرك، نورتني وشرفتني، وان شاء الله تحقق كل طموحاتك، والف مليون مبروك على البطوله ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا، شرف ليا ان ابقى معاك. اعزائي المشاهدين، دي كان فقرتنا الثانيه، هنطلع لفاصل وفقره ثالثه مع الشباب. زي ما حضراتكم شايفين، طموحات وامال كبيره عريضه، شباب 19 سنه 20 سنه عندهم امال وطموحات.
اكيد طلعت من النادي الاهلي. هنكمل الفقره ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين فقرتنا النهارده مع فريق الشباب لكره السله اللي اخذ منطقه القاهره هو وكل القطاع الحقيقه حصدوا بطولات المنطقه في انجاز كبير. حتى هذا الفريق فاز بالبطوله دي بعد 7 سنوات غياب عن النادي الاهلي. بنرحب في البدايه بمحمد سعد سعدولة، الحقيقه عمل مباريات كبيره جدا حتى يعني اسم الشهره بتاعه يعني علق مع جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا محمد. حضرتك يا كوتش منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. معانا محمد نبيل بخيت كابتن الفريق وابن النجم الكبير كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن نبيل بخيت. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا كوتش، منورنا ومنور قناه الاهلي. الله ينورك يا كوتش. محمد، يمكن البطوله دي بعد 7 سنين ما دخلتش النادي الاهلي صح؟ لا. الجيل ده 20 سنه 20 سنه بقى له 7 سنين ما خدش البطوله بطوله المنطقه يعني. طب انت يعني رايك ايه اللي ميزكم انتوا عن ال7 سنين اللي فاتوا عشان تيجي البطوله؟ هو احنا يعني السيزون بدا يعني كنا واخدين خطوات صعبه شويه، كان في اصابات كتير وفي لعيبه كانت ناقصه وفي لعيبه سافرت، بس طبعا كابتن ماجد اشتغل علينا واشتغل باللي موجود وطبعا بتعبنا الحمد لله. الظروف ربنا كرمكم في الاخر، ربنا كرمنا في الاخر بالبطوله. طب مين اللي كان مصاب يا محمد؟ كان عندنا كابتن، عندنا كريم ابو سريع جاله رباط صليبي، وعلي في نص السيزون لما رجع من بطوله افريقيا جاله برضو اصابه في ركبته. دول غابوا عن الفريق، دول غابوا عن الفريق وان شاء الله هيرجعوا لنا في بطوله الجمهوريه. قدامهم شويه ورجعوا محمد ولا علي؟ الحمد لله رجع، ابو سريع لسه شويه، لسه شويه بس هيلحق بطوله الجمهوريه ان شاء الله. الجمهوريه هتتلعب امتى يا محمد؟ لا لسه الاتحاد ما حددش البطوله هتبدا امتى. نعم. طب خليني يعني اجي لك يا محمد، يمكن انت اديت ماتشات حلوه بصراحه الحمد لله. وحتى كان ابرز مباراه كانت تقريبا الجزيره ولا كانت الشمس؟ في مباراه انت حطيت فيها سكور كبير. الجزيره صح؟ انا فاكر، انا حتى اتفرجت على لقطات منها. في تحول كبير في مستواك وفي تحول كبير في ادائك، السر في ايه؟ السر في ايه يا محمد؟ والله يا كوتش كان السيزون اللي فات كان عندي طموح ان انا مثلا بدا ابقى في الحته دي، بقى في الحته الاحسن منها. حقك. فانا السنه اللي فاتت كنت عامل الحمد لله يعني كان موسم كويس، السنه اللي بعدها عايز بقى اللي هو تترجم ده بقى ابقى احسن من كده بكتير. فالحمد لله يعني اتمرنت في الصيف. انت 2004 محمد يعني لسه عندك كمان سنه ما شاء الله. طب بعد مبارياتك مع الفريق مستر اجوست استدعاك اتمرنت فوق ولا لسه؟ ده على طول بعد الفاينل نزلت تاني يوم على طول تمرين اتمرنت معاهم حبه. انت بتلعب مركز 4 محمد صح؟ 4 و3 اتمرنت معاهم كام تمرينه في الدرجه الاولى؟ انا كنا في فتره الاعداد في البري سيزون كنت انا بادئ معاهم. بعدها لما هم راحوا افريقيا كالمنتخب يعني رجعنا تاني في الفرقه. بعدها طلعنا تاني بنطلع على طول يعني ساعات بنطلع وبنطلع. شاركت معايا ماتشات مع الدرجه الاولى ولا لسه؟ لعبت ماتش هيليوبلس في المرتبط. هناك ولا هنا؟ هناك في هيليوبلس. هناك ولعبت ماتش انا حضرت الماتش ده الشوط الاول والثاني، بس انت يمكن لعبت التالت او الرابع صح؟ لعبت التالت والرابع. انا بقول لك انا ما كنت ما حضرتش عشان كده ما خدتش بالي ما شفتكش. طيب لعبت هيليوبلس وايه تاني؟ والكهرباء كان في منطقه القاهره. كان في اول ماتش في السيزون خالص. كنا احنا عشان بري سيزون وكنا بنتمرن كتير، فهو كان عايز زي ريورد لينا يعني صحيح. ان احنا نلعب الماتش ده. طب شايف نفس السؤال اللي سالته لزمايلك، ايه المهاره اللي انت شايفها في كره السله انت شايفها اساسيه واللي هي ممكن يعني احنا بنقول تاكلنا عيش زي ما بنقول باللغه الباسكت يعني، بتخليك تاكل عيش في الملعب وتبقى تبان بشكل جيد جدا، ايه المهاره اللي شايفها اساسيه جدا يا محمد؟ انا بالنسبه لي شايف ان الدريبلينج والشوتينج. يعني اللعيب لو مثلا ما بيعرفش يشوط صح اي ديفندر هيبقى ساقط عليه، مش هتوصل مربع، مش هيعمل له اي حاجه اصلا، وهدافع عليك 5 لعيبه مش واحد بقى بالظبط. لو ما كانش عندك التصويب من بعيد هتبقى عندك ازمه. صح، برافو عليك. طب نفس الكلام برضو يا محمد، انت شايف كده؟ شايف التصويب مهم ولا شايف ايه اهم مهاره؟ انا يعني بميل اكتر للبنتريشن عشان بحس ان يعني اللعيب اللي هو لو قافله معاه في الشوتينج خلاص هو كده ماله يعني ملوش لازمه في الاوفنس، بيبقى قافله معاه جدا. بس طبعا انت لو بنتريت بنسبتك بتعلى اكتر، لازم ان انت تجيب باسكت وتفتح بقى شوتينج لزمايلك، بيبقى اسهل يعني ان انت تلعب زمايلك وتلعب انت لو بنتريت اكتر. تعرف ان بابا كان كده برضو، كان ريباوندر وكان بلوكر كمان. شفت ماتشات بابا يعني؟ ما تهالي زمان ما كنتش شفت ماتشات. شفت شويه ما شاء الله عليه. ما شاء الله. انت عارف ان بابا كان بينط وكان يعني ما شاء الله لعيب ديفندر ولعيب حتى في الهجوم، كان نفس فكرك بيوصل المربع. طب قول لي يعني مين مسك الاعلى، مين اللعيب اللي انت بتقول انا عايز اكون زيه يا محمد؟ يعني من هنا ولا الاثنين هنا وبره؟ من هنا بميل اكتر لعمي اللي كابتن خالد بخيت. كابتن خالد طبعا
كابتن خالد بخيت طبعا اسطوره وحدوته كبيره، ولعب بطوله افريقيا اللي طلع فيها كاس عالم في اسكندريه اللي هي كانت الكره الشهيره بتاعت مدحت ورده صح. كابتن خالد كان في الملعب كان في الملعب في الكره دي. بتميل قوي لكابتن خالد لعب كابتن خالد؟ بحب لعب كابتن خالد. طب بره؟ بره يعني بميل اكتر للعب بول جورج. بول جورج بس ده كان جاله اصابه من فتره جامده. جاله اصابه في رجله ورجع منها، بس ما شاء الله عليه يعني مستواه عالي جدا حتى بعد الاصابه. طب قول لي يمكن الماتشات اللي احنا لعبناها ست ماتشات اللي هم كانوا مدينه نصر، الجزيره، الشمس، اكيد في ماتش كان صعب من وجهه نظرك يا محمد، اصعب ماتش كان ايه في ست ماتشات؟ انا كنت شايف يعني ان الماتش الاخير ماتش الفيصل كان اصعب ماتش بالنسبه ان احنا طلعنا بدانا ماتش كويس في الاول، بعدين هم رجعوا علينا واللي حصل في الاخر الشوطين في الاخر دول ربنا يعني كرمنا وجلوهم كانوا احسن لعيب عندهم يعني كان احسن لعيب. كان ستريس علينا كبير قوي يعني، وده كان ماتش البطوله. تكسب تخسر خلاص راحت الحمد لله، تكسب تاخد بطوله تخسر راحت البطوله. انت كلامك صح، اصعب ماتش يعني مش الماتش اللي خسرناه، لان الماتش اللي خسرناه كان ليه تعويض. الماتش اللي خسرناه احنا كنا داخلين متدلعين شويه، كنا ناقصين لعيبه برده كمان، كنا ناقصين لعيبه وكنا حاسين ان البطوله خلصت عشان احنا كسبناهم قبل كده، كان عندنا يعني دي كانت حته وحشه عندنا. فالماتش بقى التاني ده لما كملنا كلنا وكلنا خلاص دخلنا في مود الماتش، الحمد لله ربنا كرمنا يعني واخدنا البطوله. يعني طب يعني هل اللي قاله كابتن مودي الجرحي صح؟ هل اللي كابتن مودي قاله طبعا اكيد اللي قاله صح، بس يعني انت حاسه انه الروح اللي بره زي اللي جوه هي دي اللي كسبتكم البطوله؟ هو كابتن مودي معاه حق الصراحه، كان يعني لما كان في فترات كده كان الناس بتبقى زعلان ان هو هيبقى عايز ياخد فرصه شويه، ده وضع طبيعي، كان بيبان ان الفرقه فيها شكلها مستواها قل شويه وشكلنا مش كويس، بس لما كلنا يعني ما كابتن مودي رجع ان الشوطه ممكن تيجي وشوطه ما تجيش، لو الكل على القلب رجع واحد بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى كرمه. فهو ده اللي حصل معاكم في اخر ماتش. بس انا صحيح انا يعني بنفس رايك ان اصعب ماتش كان الماتش الاخير، لانه الحقيقه كان برده حتى عبد الله ناصر كان نزل لعب معاكم وكان مؤمن طارق خيري وكانوا مش متمرنين معاكم بشكل كتير، فكان برده ما كنتوش فيه تناغم قوي في الفرقه، بس هو فعلا كان اخر ماتش. طب محمد يمكن نفس الكلام، مين ماسك الاعلى؟ انت عايز تبقى زي مين هنا او بره؟ بره انا بحب لعب يونس انتكومبو. عشان هو على طول بينط وبيضنك. لا ده سفاح. يونس سفاح يعني، بص بيعمل كل حاجه. بص اوديك فين يا قوه. يانس ده بياخد الملعب كله. طيب ده بره. طب هنا في مصر؟ بره في اتنين بصراحه، انا بحب عمرو الجندي و نفس مركزك وبالظبط بلعب 3 و4 وايهاب امين. ايهاب امين بس يعني ايهاب ممكن يمشي ثلاثيه برضه. بس ساعات بيمشي ثلاثيه. وهم الاثنين بيشوطوا. وهم الاثنين دريبل بتاعهم كويس جدا. فانت شايف الحته دي طب انت لما اتمرنت مع ناس بقى مسك الاعلى هم، يعني انت اتمرنت مع ايهاب امين واتمرنت مع عمرو الجندي، شعورك كان ايه؟ هو طبعا كان اول مره خالص، كنت مبسوط جدا. اللي هو حاجه كنت بشوفها من وانا صغير، فجاه بلعب معاهم كده مره واحده. طبعا كان اول تمرين مثلا اول فتره كان الوضع كان ملخبط شويه، بعدها بقى الوضع بقى كويس، اللي هو خلاص ده لعيب زيه وزي احنا بالظبط، ونزق ونضرب وكل حاجه، مش ضرب يعني زق ونعمل ديفنس يعني. يعني لعيب مثلي اعلى، ولكن لازم العب جامد عشان استفاد. بالظبط، اللي هو بيعمله ده، اللي هو لما انا دافع عليه ده حاجه هتفيدني انا، لما انا هاجم على ديفنس لعيب هبقى مين يعني، ما شاء الله احسن لعيب في افريقيا. فالموضوع بيبقى كده. طب انت شايف يعني ايه التعليمات اللي كان ممكن مستر اجوستي يقولها لك؟ طب خلينا الاول في تعليمات كابتن ماجد. ايه اللي كابتن ماجد مدير فني 20 كان بيقول لك تعليماتك، بيوجهك في ايه في الملعب، بيقول لك ايه دايما كان بيطلبه منك؟ والله كابتن ماجد كان على طول بيبقى في ظهري، او مش في ظهري انا بس، في ظهر اللعيبه كلها، كان دايما بيحمسنا ان احنا ننزل ونلعب، اللي هو ما تخافوش، انا لا احنا لو كسبنا المكسب ده لينا احنا، لو خسرنا هو هيشيل الخساره. هو ما ينفعش برضه يقول كده. هو كان بيدعمكم بشكل جامد. بالظبط، هو يعني هو كان في الاول وفي الاخر هو كان عايزنا نكسب. كان طب شايف. طب مستر اجوستي مثلا لما اتمرنت معاه كان بيقول لك ايه؟ هل يوجه لك حاجه ولا انت مع التمرين؟ هو كان على طول بيركز على الشوتنج بتاعي، كان بيهتم على طول. في الشوتنج عايزك تشوت. عايزك تشوت. هل قال لك حاجه ثانيه غير الشوتنج؟ هل في تريلات معينه؟ هل في حاجات معينه كان بيدخلك فيها؟ انت برضو بتحس المدرب عايز منك ايه؟ هو انا لسه طبعا، عشان انا لسه دي اول سنه ليا 20 برضو، فبنزل مثلا في كل حاجه مثلا الا اخر مثلا التقسيمه اللي هي تقسيمه الماتش، اللي هي خلاص دول ال 12 اللي هيلعبوا دي مثلا ممكن ما انزلهاش. لكن مثلا كل الدريلات بتاخدها الحمد لله. طب محمد يمكن برضو اجي لك، انت كابتن الفريق صح؟ طب انت برضو كلامك مع اللعيبه ازاي؟ انت كنت بتقول للعيبه زمايلك ايه قبل الماتشات المهمه؟ يعني
بكلم اللعيبه ان هو العب، انت مش ما عندكش حاجه تخاف منها. صح، انت هتعمل اللي عليك، وانت تعبت وربنا هيكرمك ان شاء الله، وبتعبك ربنا ما بيضيعش تعب حد. صحيح. فاحنا يعني كنت حتى بكلم سعد قبل الماتش، كان في ماتش سعد ما لعبوش قد كده، كنا داخلين ماتش الجزيره اللي هو الثاني، قلت له انت ما عندكش حاجه تخسرها. صحيح، انت عملت اللي عليك، انزل العب ربنا ان شاء الله يكرمك. بس ماتش الجزيره الثاني برده كان صعب. ما هو كان ماتش صعب، بس الحمد لله يعني ربنا عدى. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا مع ابطال فريق الشباب لنادي الاهلي اللي حصدوا البطوله بعد غياب 7 سنوات، واللي بالمناسبه قطاع الناشئين والناشئات ان شاء الله هيكون العلامه الكامله في بطوله القاهره، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع نجوم فريق الشباب لكره السله. يعني محمد اجيلك، يمكن انت في كلكم في جامعه. طيب في سنه كام في الجامعه؟ ثانيه بتهيألي؟ ثانيه. 2003 بيبقوا ثانيه، 2004 ممكن يكونوا اولى لسه. طب بتدرس ميجور ايه؟ او انا بزنس. بزنس. الدنيا ماشيه مع الدراسه والباسكت ولا صعبه؟ كله الحمد لله. بس كله تحت السيطره؟ هو برضو كابتن ماجد بيساعدنا، يعني مواعيد التمارين بيساعدنا نوفق مواعيد التمارين مع الجامعه عشان برضو ما نقعش في الجامعه قوي. صحيح. طب انت نفسك تكمل في الاثنين؟ يعني بتكمل باسكت وهتكمل دراسه؟ عادي جدا، ما فيش اي مشكله. ان شاء الله. الموضوع بيبقى صعب. طب انت شايف ايه، يعني ايه اللي ممكن يضحي بيه الرياضي؟ يعني الناس لازم تبقى عارفه ان الرياضه دي حاجه مهمه، لان في ناس بيتفرجوا علينا وفي ولاد صغيرين بيتفرجوا علينا. ايه اللي انت شايف بتضحي فيه؟ وهل المكسب اللي انت بتاخده من الرياضه يعادل التضحيات دي يا محمد؟ يعني اكيد برضو يعني المكسب اللي باخده من الرياضه بيعادل الحاجات دي. اكتر حاجه بحس ان انت بتضحي بيها علاقتك الاجتماعيه مع اصحابك اكتر. يعني بس انت قصاده بتكسب صحتك، بتكسب حاجات كتيره جدا، وبتخرج معاهم برضو. يعني مش قاطع تماما، بس في مكسب. طب شايف ايه المكسب التاني؟ يعني انت بتقول يعني في مكاسب كتير، ما بخرجش مع اصحابي، ايه المكسب الاساسي اللي خدته من الرياضه؟ المكسب الاساسي طبعا اكيد برضو صحتك. تمام. بتلعب رياضه بتتحرك بتبذل مجهود، فاكيد صحتك برضو يعني طبعا حاجه مهمه. بتلعب حاجه بتحبها. دي حاجه مهمه جدا جدا. طب محمد برضو نفس الكلام، يعني انت اول في اولى ولا ثانيه يا جماعه؟ انا اولى. طب الدنيا معاك ايه؟ يعني بتدرس ميجر ايه؟ بزنس. برضه بزنس. شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ هل قادر توفق بالاثنين ولا في صعوبه؟ لا، هو الدنيا الحمد لله كويسه لحد دلوقتي، قادر بعمل الاثنين زي ما خيط قال. كابتن ماجد بيقدر يدينا السبيس ان احنا نقدر نذاكر مثلا او نحضر دروسنا والمحاضرات، وان احنا نيجي التمرين بالليل. بيبقى في وقت في النص نقعد نذاكر. فكابتن ماجد قادر يحافظ على الموضوع ده. طيب يعني لو على مستوى الدرجه الاولى، لو على مستوى الكلام ده، طب اكيد انت في تضحيات برضو. انت راجل يعني عايز تمشي في الاثنين، وده وقت ومجهود. ايه اللي بتضحي بيه؟ والله يا كوتش، هو الرياضي عامه عامل زي الراهب. برافو عليك، حلو تشبيه. لازم يبقى على طول ايه، مركز مع نفسه وصحته واكله ونومه، كل الكلام ده. مثلا هبقى ساعات اكيد في وقت ان هو وقت فاضي، مثلا ممكن ينزل يخرج، ممكن يعمل كذا، بس في الوقت الفاضي بالظبط. لكن يعني ما يفضيش نفسه عشانها. بالظبط. حتى كمان لو الوقت الفاضي، ممكن مثلا لو انا مثلا مش تعبان، ممكن انزل مثلا اروح الجيم، ممكن انزل اشوط في وقت فاضي. مش بتبقى الاولويه دايما ان احنا ناخد ان احنا نخرج وان احنا نعمل ده برضو بيجيب. طب ده مضايقك؟ لا خالص. ولا بقى خلاص بقى لايف ستايل؟ بالظبط. انا بلعب باسكت بقالي 10 سنين ولا حاجه. فالموضوع بقى لايف ستايل زي ما حضرتك قلت. خلاص ما عنديش ازمه خالص، ولا حاسس ان انا بضحي. طيب يعني لو حد شاب صغير دلوقتي عنده 11 12 سنه ما بيلعبش رياضه، لازم يسمع النصيحه من حد قريب منه في السن. تقول له ايه؟ تقول له العب رياضه ليه؟ ليه يلعب رياضه؟ ليه لازم يحافظ على الرياضه زيها اكل والشرب بالظبط؟ عشان اولا الرياضه، غير ان هي حاجه بتقوي الجسم وكده، اولا بتغذي العقل. صح. لو اللعيب مثلا بيبقى كرياضي، يعني بيبقى مثلا ايه، مركز ان انا مثلا مش هقدر اعمل حاجات كده علشان ايه، انا رياضي. مش هقدر مثلا ان انا اعمل حاجات غلط عشان انا رياضي. تبقى الرياضه عامه بتقوم السلوك، تخلي كل واحد مركز اكتر في الحاجات اللي هو عايزه، اللي هو عايزها، اللي هو عايز يحققها. صحيح. طب قول لي يا محمد، يمكن ماتشين الجزيره كانوا صعبين، يعني ماتش الجزيره الاول والثاني، لان الجزيره هو حامل اللقب البطوله دي. يمكن الشمس كانت الفاينل، بس ماتشين الجزيره الاثنين كانوا عصبيين شويه. شايف الماتشين دول كانوا مهمين، ولا شايف الشمس كانت ماتشاتهم اهم بكتير من الجزيره؟ انا شايف ان الجزيره كانت ماتشاتها اهم، لان اولا الجزيره كان زي ما حضرتك قلت الفرقه اللي كسبت البطوله دي 6 سنين تقريبا ورا بعض. انا مش فاكر كام.
فاحنا كنا دايما من اول السنه من اول تمرينه احنا مقررين احنا هننزل نكسب البطوله دي. مفيش حاجه اسمها نزيلنا، مفيش حاجه اسمها حاجه، بس الاهلي اللي هيرفع لازم الكاس ناخدها. بس كان في تحدي يعني، وربنا سبحانه وتعالى كرمكم. كان في تحدي الحمد لله، عارف صعوبات ممكن ما احد مفيش حد عدى بيها، لعبتوا لعيبه ناقصه ولعبتوا ماتش الاخراني كاملين بس ما اتمرنتوش مع بعض، لا كان في صعوبات يعني. بس محمد يعني بجيلكم بقى، انتوا اكيد مريتوا 14 و16 و18 نفس الجيل 2003 2004 مين اقوى جيل كان بياخد عندكم، او الفرقه اللي كانت بتاخد الجمهوريه مثلا؟ هو احنا في جيلنا يعني الحمد لله احنا دايما كل سنه كنا بنكتسح الجمهوريه. احنا 2003 2004 في 18 نفس الكلام و16 نفس الكلام، 18 و16 نفس الكلام الحمد لله. طب مين اللي كان بينافسكم، مين اللي هتلاقوه في الجمهوريه قوي؟ الشمس، واحنا في 16 كمان برضو عبد الله ناصر. احنا جينا بقى عبد الله خلاص فرقه دلوقتي كانت فرقه طيب. تقيله الحمد لله. هنقول طب بالنسبه لفرقه اسكندريه، اسكندريه الاتحاد وسبورتنج. الاتحاد وسبورتنج يعني سموحه مش في النقطه، سموحه مش هي الفرقه الجامده كويسه، بس دول اللي بنبص عليهم عيون اكتر يعني، سبورتنج والاتحاد. صح. طيب شايف دلوقتي الوضع نقدر نكسبه في الجمهوريه ولا هيبقى الموضوع صعب محتاج شغل؟ هو كل حاجه محتاجه شغل طبعا، بس يعني ان شاء الله احنا قدها. طب وانت محمد نفس شايف نفس الكلام؟ يعني الجمهوريه هتبقى الفرقتين دول منافسه طبعا، الشمس هتخش طبعا، ما الشمس داخله معاكم، يبقى اهلي شمس سبورتنج اتحاد ويجي سموحه كمان. شايف البطوله بتبقى يعني شكلها ايه؟ الجمهوريه ممكن ناخدها برده ونحافظ على الانجاز؟ هي طبعا البطوله هتبقى صعبه جدا، بس احنا اهم حاجه ان احنا بنبقى ايه؟ نتمرن ونشتغل ونجتهد. يعني شايف مش صعبه يعني نقدر بالتمرين نقدر يعني طب هل هم عندهم لعيبه مساعدين الدرجه الاولى زيكم زي مؤمن وعبد الله ناصر؟ في كل فرقه تقريبا في اتنين او في اتنين. يعني نفس القصه عندنا. بس نقدر احنا يعني ان شاء الله. شايف الموضوع في الملعب، ما هو يعني مش بعيد قوي. بالظبط ان شاء الله. طب قول لي يعني يمكن انت شايف ايه يعني البطوله دي غابت 7 سنين، نفس السؤال اللي سالته لكل زمايلك، البطوله دي بقى لها 7 سنين مش موجوده، ما جاتش النادي الاهلي. ايه اللي خلى البطوله ترجع تاني؟ ايه اللي احنا عملناه او الجيل ده عمله خلى البطوله ترجع بعد 7 سنين؟ ان احنا بصينا لنفسنا وعرفنا كل واحد نقطه قوته فين ونقطه ضعفه فين. ان ما ينفعش حد يبقى يقع مننا نسيبه ونقعد مثلا نشمت فيه. كلنا عيله واحده. الروح يعني، انت قصدك الروح. بالظبط. الروح كانت عاليه جدا عندكم. هو ده التحول الرهيب اللي حصل. يعني افهم من كلامك ان الروح يعني ممكن تعمل معجزه. بالظبط. بالنسبه لفريق شاب لسه يعني ما اكتملش فنيا في كل النواحي، ولكن شايف ان بالروح نقدر نعمل اي حاجه. بالظبط. محمد نفس الكلام؟ انا شايف برضو الروح ومساعده الجهاز لينا. بمعنى؟ يعني كابتن داني كان بينزل لنا ساعات في التمارين بيساعدنا في حاجات. كابتن علاء العشري مدرب الاعداد البدني طبعا. كان بيساعدنا جدا حتى نفسيا، كان في الماتشات بيساعدنا. كابتن اوجستي كان بينزل لنا لعيبه الفيرست تيم ساعات يساعدونا. عبد الله ناصر ومؤمن ومحمد خيري. ومحمد خيري. كانوا بيتمرنوا معانا ساعات عشان برضو يعلوا الليفل بتاعنا عشان احنا نطلع كويسين. كابتن يعني ماجد طبعا كان مدينا طبعا كابتن ماجد المدير الفني، يعني الدعم اللي قدمه الجهاز وكل جهاز كره السله ده برضو كان احد عوامل الفوز. طب يعني قبل ما نختم بقى، انت طموحاتك ايه يا محمد؟ انا يعني نفسي طبعا اكمل في النادي الاهلي ان شاء الله، واتصعد درجه اولى والعب درجه اولى وامشي في التعليم الحمد لله كويس ان شاء الله. محمد قبل ما اختم، طموحاتك؟ زي ما فكيت قال، ابقى لعيب في فيرست تيم في الاهلي. طيب احنا قبل ما نختم يا جماعه، كان في لقطه كده حصلت في المباراه، اعرضوها سريعة يا جماعه الصوره بس. الصوره دي كان كابتن ماجد سلامه المدير الفني، ده لاعب نادي الشمس. اسمه ايه لاعب نادي الشمس يا محمد؟ مازن. بكى بعد الماتش لانه كان حقيقه اقرب للفوز او كان عايز يفوز، فلما كابتن ماجد لقاه بيعيط لبسه الفانيلا، لبسه الميداليه بتاعته وطبطب عليه، وزي ما بيقولوا من اجل ذلك تلعب الرياضه. لما يجي النهارده مدير فني النادي الاهلي كابتن ماجد سلامه يقلع الميداليه ويلبسها للاعب نادي الشمس يقول له ما تزعلش، هي دي الرياضه وهو ده النادي الاهلي الحقيقه. مش مهم يعني مين يكسب، طبعا النادي الاهلي بيدور على المكسب في كل وقت وفي كل حين، ولكن طبعا هي دي الرياضه. في الاخر بشكرك يا محمد، نورتني وشرفتني. شكرا يا كوتش، انا اتشرفت بحضرتك والله. نورتني وشرفتني يا محمد، بشكرك، نورتني وشرفتني. نورك يا كوتش. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع شباب كره السله، انتظرونا في الحلقات القادمه. بشكركم شكرا جزيلا، والى حلقه اخرى من حلقات الابطال.